مساء الخير واهلا وسهلا بحضراتكم كل الاهلاويه اللي بيتابعونا. يوم جديد وحلقه جديده من السادسه، ولكنها حلقه مش تقليديه، حلقه خاصه جدا، خلينا نقول احتفاليه كبيره جدا. وحلقه على مدار الحلقه حضراتكم هتتابعوا النهارده معانا واحده من اهم واكبر المفاجات في ايام كتير جدا بيقف فيها التاريخ، ومن بعدها بيبتدي كتابه تاريخ جديد. حصل ده على مدار عصور كتيره جدا، وزي ما كانت مجله الاهلي في يوم من الايام نقله نوعيه، وزي ما كانت قناه النادي الاهلي اللي حضراتكم بتتابعوها دلوقتي ومع انطلاقتها في بدايه الحرفيه نقله نوعيه بدخول النادي الاهلي مجال الاعلام الرياضي، اعتقد النهارده الاهلي بيكتب تاريخ جديد. مساء الخير يا ساره. مساء الخير عليك يا احمد، ومساء الخير على اعظم جمهور في الكون. الحقيقه انه زي ما احمد قال النهارده حلقتنا هتكون مختلفه جدا زي ما عودناكم، هيكون في طبعا الاخبار المحليه والعالميه، وعندنا ضيف مهم جدا هنتكلم عنه بالتفصيل، لكن كمان عندنا مفاجاه مهمه لكل الاهلاويه تهمهم وتفرحهم جدا، وهي مفاجاه من الراعي الرسمي وي. الحقيقه هيبقى احتفال كبير ان شاء الله طبعا يا احمد. طبعا هننقل للاهلاويه يعني حاجه مختلفه تماما، وزي ما كنا معاكم انا واحمد من اول يوم في الافتتاح ووعدناكم ان هتشوفوا تطوير مختلف تماما، احنا سعداء جدا ان احنا برضو معاكم من النهارده وننقل لكم حاجه كبيره قوي، خطوه مهمه جدا في تاريخ النادي الاهلي. حلم الحقيقه، خليني اقول حلم كبير جدا عند كل الجماهير الاهلاويه، حلم بيتحقق ان شاء الله بصوره تليق بالحقيقه بعظمه كيان كبير جدا زي النادي الاهلي. وزي ما قلت لحضراتكم، الاهلي مش بس مجرد نادي، مش بس مجرد بطولات، الحقيقة الأهلي كيان كبير جدا، منظومة متكاملة لا تكل ولا تمل عنها تطور من نفسها كل يوم عشان يتحط النادي الأهلي بجماهيره وبطولاته بين العظماء. والحقيقة ده مش جديد على النادي الأهلي، ويمكن في أول يوم قابلت حضراتكم فيه أنا وسارة في افتتاح القناة قلت لحضراتكم شعور كبير جدا بالفخر بيولده انتمائك للنادي الأهلي وانت بتشوف النادي أو اسم النادي موجود بين أعظم وأكبر الأسماء في عالم الرياضة. كلمت مع حضراتكم أنه الأهلي هو النادي الأول على مستوى العالم في عدد البطولات اللي حققها فريق الكورة، وكلمت حضراتكم أنه كمان الثاني على مستوى العالم بعد ريال مدريد في عدد البطولات القارية اللي بيحققها. عشان كده الأهلي يستحق أنه هو يكون في مكانة لا تقل بأي حال من الأحوال عن برشلونة وعن مانشستر يونايتد وعن ريال مدريد وعن بايرن ميونخ وغيرها وغيرها من الاسماء الكبيره. الحقيقه صار. فعلا يا احمد، يعني الاهلي مش بس هو الاول افريقيا وافضل نادي في افريقيا، هو يستاهل يكون على خطى العالميه زي ما احمد قال، زي ريال مدريد وبرشلونه وكل الانديه العالميه. وعايزه اكد ان احنا فعلا مبسوطين ان احنا بنبقى جزء من اي تطوير بيحصل للكيان العظيم ده. والنهارده الحقيقه احنا مش هنحرق المفاجاه في الاول لحضراتكم، بس هتشوفوا الحقيقه حاجه مبهره جدا حقيقي. واحده من فقراتنا النهارده رجعتني أنا شخصيا لما عرفت أنه نجمها هيكون معنا في الحلقة لسنين ورا، وافتكرت الحقيقة لحظات من لحظات التألق والإبداع بتيشرت النادي الأهلي جوه المستطيل الأخضر. في نجوم كده طبعا متعة الكرة أكيد يا سارة هي الأهداف، يعني أول ما الكرة تهز الشبكة خصوصا لو مباراة مهمة أو جول بيحسم بطولة بتبقى لحظات تاريخية لا تنسى. لكن في كتير، واسألوا الناس الكويرة، الناس اللي بتحب الكرة، في كتير من النجوم بتبقى متعة الحقيقة بس انك بتتفرج عليهم وهم بيتحركوا بالكورة، تستنى ان الكورة توصل لهم ويلمسوها برجلهم وسط الملعب. في نجوم كتير جدا بيتقال عليهم هدافين حقيقي وجابوا جوال كتير جدا وجوال كتير جدا مؤثرة، بس في نجوم تانية دايما تسأل، مش مهم الجول جه امتى ولا جه في اي ماتش، لكن بتسأل دايما هو جاب الجول ازاي. نجمنا النهارده نجم من طراز خاص الحقيقة، محمد عبد الجليل، واحد من نجوم الاهلي اللي ابدعوا وامتعوا كل جماهير وعشاق النادي الاهلي في كل مكان في التسعينيات، وهيكون هو وذكرياته واهدافه وبطولاته ضيف علينا النهارده في حلقه السادسه. وكمان هيبقى معانا يا احمد هنتكلم على الشامبيونز ليج، وخلاص احنا داخلين على ماتشات مهمه جدا، وموضوع برشلونه ده هنتكلم فيه بالتفصيل، واكيد على دوري ابطال افريقيا، حاجات كتيره قوي ان شاء الله هتكون في الحلقه مليانه مفاجآت، فالاهلاوي مش هيسيبنا، ما تسيبوناش. نبدا بعناوين الاخبار. مسحة طبية جديدة للاعبي الأهلي قبل مواجهة الإنتاج الحربي. فايلر يجتمع باللاعبين وجهازه المعاون قبل انطلاق المران الصباحي. تدريبات منفردة لرباعي حراسة مرمى النادي الأهلي. أجاي يتخلص من كدمة الكاحل وينتظم في مران الأهلي. ياسر إبراهيم ينتظم في التدريبات الجماعية بعد مواجهة الإنتاج الحربي. إصابة لاعب في برشلونة بكورونا قبل مواجهة البايرن بدوري الأبطال.
يا اهلا وسهلا بحضراتكم مره ثانيه. والحقيقه قبل ما ندخل في تفاصيل الاخبار اسمحوا لي بس عشان احنا في السادسه انا وساره ومع ضيوفنا طبعا سواء اللي بنقابلهم من كل دول العالم من خلال سكايب او من خلال زوم او حتى ضيوفنا اللي بيكونوا موجودين معنا في الاستوديو بنتكلم كتير جدا عن دوري ابطال افريقيا ساره، وبنسمع اراء مختلفه من او يعني اصوات مختلفه من دول عربيه من دول اجنبيه من نجوم من النادي الاهلي اللي بينورونا في الاستوديو هنا متعلقه بانه الاهلي هو المرشح الاول للبطوله السنه دي، الاهلي هو النادي صاحب اكبر فرص للتتويج بالبطوله، كل الترشيحات بتصب في مصلحه النادي الاهلي، الكلام ده كله عظيم جدا لكنه الحقيقه لا يمت للواقع بصله، الكلام ده واللعيبه يمكن عارفه والاداره بتاكد على المعنى ده والجهاز الفني بالتاكيد ما بيسمعوش اي حاجه من الكلام اللي من النوع ده. احنا عندنا اهو والنهارده بتبتدي بطوله دوري ابطال افريقيا دور الثمانيه، نتكلم لو كنا بنتكلم من البدايات عن الترشيحات كان النهارده ريال مدريد يمكن يكون بيلعب او كان اليوفي ممكن يكون بيلعب، لكن في النهايه الفيصل هو صفاره الحكم في مباراه العوده، ده هو المعيار الوحيد والاخير والاكيد لانه الاهلي حسم البطوله وكل التوفيق للنادي الاهلي. بس حبيت انوه عن الجزئيه دي عشان حسيت انه في اوقات من الاوقات ممكن كتير قوي لعيبه ترتاح لفكره انه كل الناس بتتكلم على انه النادي هو فرصه الافضل، النادي هو المرشح الاول، ده ممكن الى حد ما يعمل ثقه زايده تاثر لا قدر الله على المسيره بتاعتنا. وده ما بنحبش انه يحصل زي ما حصل في امم افريقيا وان مصر هتاخد اللقب وان وان وان. ليه بتفكرينا بس يعني علشان احنا يهمنا جدا مصلحه نادينا، وكلامك صح جدا يا احمد انه أنا الماتش لسه بدري. الماتش الوحيد اللي حضرته مش عايز يبقى وشي وحش، الماتش الوحيد اللي خدت الولاد وحضرته في الاستاد كان ماتش جنوب افريقيا. لا يا احمد خلاص يلا ما علينا، ان شاء الله باذن الله جاي افضل، ونتمنى طبعا كل التوفيق لمنتخب مصر. وبيتهيألي انه عوده النشاط ووجود الاهلي والزمالك في بطوله افريقيا اعتقد ده في مصلحه المنتخب بشكل كبير جدا طبعاً. ان شاء الله ربنا يكرمه باذن الله. حضراتكم هنبدا باخبار النادي الاهلي ولاعبي الاهلي اجروا خلاص المسحه الطبيه النهارده بعد انتهاء المران الصباحي للفريق واللي طبعا كان على ملعب التاتش. اللاعبين والجهاز الفني والاداري اجروا المسحه الطبيه دي النهارده وفقا للاجراءات الاحترازيه والوقائيه المتبعه طبعا استعدادا لمواجهه الانتاج الحربي يوم الجمعه اللي جايه. اللاعبين والجهاز الفني اجروا المسحه دي بعد المران الصباحي وهتظهر النتيجه بكره قبل 24 ساعه بالظبط من مباراه الانتاج. نتمنى طبعا سلامه كل اللاعبين، والحقيقه ده مجهود اضافي، يعني حضراتكم لا تتخيلوا المسحه دي مؤلمه قد ايه، مش بس لعيبه نادي الاهلي، اللعيبه والجهاز الفني وكل انديه الدوري، فعشان كل لعيب يخضع لمسحه قبل كل مباراه ده الحقيقه شيء صعب، وفي كتير من اللعيبه بيبقى عندها حساسيه وخوف ومش هبالغ لو قلت رعب شديد جدا قبل ما ياخدوا المسحه. طبعا يعني اجراءات احترازيه لابد منها عشان سلامتهم هم بالظبط، اهم من اي حاجه زي ما كنا بنقول، اهم من الكوره واهم من اي بطوله سلامه اللعيبه وسلامه اي شخص. صحيح. نروح لريني فايلر لنادي الاهلي النهارده. الحقيقه ريني فايلر كان ليه جلسه خاصه مع الجهاز المعاون ليه ومع لاعبي الفريق الاول قبل ما يبتدي المران الصباحي، يمكن ركز فيها فايلر على بعض النقاط الفنيه والخططيه واتكلم في بعض المهام اللي خاص بيها عدد من اللاعبين خلال الاجتماع. نروح كمان لشريف اكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، طبعا دول رباعي حراسه المرمى وادوا تدريبات منفرده النهارده تحت اشراف يانكو ميشيل مدرب الحراس. ميشيل حقيقه هو ركز على التصويب من زوايا مختلفه في الملعب والكرات العرضيه وركز كمان على الجانب البدني. نروح لجونيور اجاييل اللي انتظم بالفعل في التدريبات الجماعيه للفريق بعد ما كان امبارح اكتفى بتنفيذ بعض الفقرات الاستشفائيه في الجيم بسبب ان هو كان بيشتكي من كدمه في كحل القدم اليسرى. الحقيقه اللاعب تعافى بشكل كبير وانتظم في التدريبات بشكل كامل عشان يعني يعلن عن جاهزيته لماتش او مباراه الانتاج الحربي ان شاء الله. كمان ياسر ابراهيم يا احمد مدافع الفريق ادى جلسه تاهيل وتدريبات بدنيه على هامش المران النهارده
خاض كمان جانب من التدريبات العلاجيه والجري طبعا حول الملعب ضمن برنامجه التاهيلي عشان يتخلص من الاصابه اللي تعرض لها في مباراه الجونه الوديه بجزاء في الكاحل. وياسر ابراهيم بينتهي من برنامجه التاهيلي والعلاجي خلال 48 ساعه على ان ينتظم اللاعب طبعا في تدريبات الفريق بعد مباراه الانتاج الحربي. عشان تفاصيل اكتر عن التدريب معانا مراسلنا شريف شعبان. شريف بنرحب بيك في برنامج السادسه. برحب بيكم واهلا بيكم واهلا بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم تاريخي، يوم من افراح النادي الاهلي، وانا سعيد اني معاكم في اليوم الجميل دوت. اهلا بيك. تعرفنا كده اخبار تمرينه النادي النهارده كانت ايه، وخصوصا ان احنا لسه كنا بنتكلم انا وساره عن تعافي اجاييه من الاصابه او من الكدمه اللي تعرض ليها في الكاحل، وانه كمان كابتن ياسر ابراهيم ان شاء الله بعد ماتش الانتاج يرجع ينضم للتدريبات مره ثانيه. تمام. التمرين النهارده كان تلت ساعة ونصف صباحا طبعا عشان خاطر البروتوكول الطبي الموضوع من وزارتي الشباب والرياضة ووزارة الصحة ودكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية عشان المسحة الطبية اللي كانت بعد التمرين أو المسحة الكورونا. والنهارده كل الأنظار كانت على أجايين، أجايين مرعب أو المسحة بترعبه النهارده على عكس العادة خالص. أجايين يبدو متعود على المسحة الكورونا وكان هادي خالص النهارده، لأن خلاص اللعيبة بدأت تتمرس على المسحه وعدت بسلام. يمكن في 10 دقائق ربع ساعه كانوا خلصوا كلهم المسحه، يمكن خلاص مع كثر المسحات لاعبي النادي الاهلي ويمكن لاعبي كل الفرق المصريه بداوا يتعودوا على هذه المسحه. يمكن بعد التمرين كان في طبعا المسحه زي ما قلت لكم النهارده قبل بدايه المران مستر فايلر وباقي الجهاز ومدير الكره طبعا الكابتن سيد عبد الحفيظ اجتمع مع اللاعبين حوالي 7-8 دقائق اتكلم فيهم عن المباراه السابقه ومباراه انبي وطلبهم بالفوز في مباراه الانتاج الحربي وعدم التهاون خالص في المباراه المقبله، ولازم يستثمر فوز انبي ويبني عليه في المباراه القادمه، ولازم يستثمروا كل المباريات المتبقيه في الدوري لحد مباراه افريقيا تبقى اعداد يوم قوي لمباراه افريقيا. والراجل حذر من عدم تنفيذ تعليماته يمكن في اكثر من اجتماع اليوم، مش الاجتماع الوحيد بس النهارده اللي عمله فايرل مع اللاعبين، عمل ايضا جلسه طويله جدا مع شريك اكرامي يمكن استمرت حوالي 7-8 دقائق في ارض الملعب، عمل جلسه ايضا مع مدير الكره الكابتن سيد عبد الحفيظ يمكن على جانب اثناء المران، الكابتن سيد اجتمع ايضا مع اجاييه ومع ديانج ومع جيلاردو يمكن برضه جلسه طويله، وعمل جلسه برضه فايلر ايضا مع الشناوي. يمكن الجلسات اللعيبه الكبار في النادي الاهلي ممكن فايلر بيحاول يشتغل على هذه الجزئين، اللعيبه الكبار ممكن تتكلم مع اللعيبه الصغيرين مع اللعيبه اللي يعني ممكن يطلب منهم حاجات يساعدوه فيها، فالنادي الاهلي بيجيب هذه الطريقه. النهارده التمرين كان بدني شويه وبعد كده بدا يشتغل تكتيك، بدا يشتغل يعمل تقسيمه وركز فيها على حاجات معينه جدا، ووقف التقسيمه اكثر من مره وبدا يعني يدي تعليمات اكثر من مره تالق فيها معظم لاعبي الفريق. النهارده كان في حماس شديد جدا في التقسيمه الصغيره ما بين احمد فتحي اللي كان في الفريق الاحمر ومحمد هاني اللي كان في الفريق اللي بيقتدي القميص الازرق، وكان منافسه قويه جدا ما بينهم، وكانت لافته الانظار الكل بيحاول يلفت نظر الراجل، الكل بيحاول ينفذ تعليمات الراجل عشان يلاقي مكانه في التشكيله الرئيسيه. يمكن شريف اكرامي كان في دخل عنيف النهارده من ديانج، ولكن يعني كانت دكتور خالد محمود سالته قال لي كدمه خفيفه ولكن خلاص هو بكره موجود في التمرين كويس. سالته على احمد الشيخ قال لي احمد الشيخ بكره هيشارك في كل التمارين بقوه. ياسر ابراهيم قال لي خلاص بيتعافى من الاصابه يمكن في خلال يومين ثلاثه. ربيعه اخباره ايه في تمرينات النهارده؟ وبقوه وبطمنك وبطمن كل النماذج الاهلي باذن الله. رم ربيعه بكل قوه باذن الله موجود في مباراه الانتاج الحربي الساعه 9 على استاد الاهلي. سالته على حسين الشحات قال لي بيجري تدريبات مائيه مع الدكتور اللي عمل له العمليه، لسه ما جبناش عشان نعمل له برنامج. ما تحددش موعد الدكتور المعالج ليه او طبيب المعالج ليه، ما حددش لغايه اللحظه موعد عوده حسين الشحات مره ثانيه للتدريبات. سالت الدكتور خالد محمود قال لي هو دلوقتي بيعمل اجراءات او بيعمل تمرينات داخل البسين، بعد ما يخلصها مع الدكتور اللي عمل له العمليه هيبدا يجيلي بقى نتكلم في اسبوع او اقل من اسبوع هيبدا يجيلي اعمل له برنامج في الجيم وابدا اعمل له برنامج تاهيلي علشان خاطر ارجعه مع الفرقه. يمكن ياسر ابراهيم زي ما قلت لك خلاص باذن الله يومين ثلاثه هتلاقيه موجود باذن الله تمرين موجود مع باقي زملائه، واحمد الشيخ بكره باذن الله موجود بقوة. أجايي اللي امبارح اتمرن ولكن كان عنده يمكن في آخر المران يمكن خبطة كده أو في التواء في الكاحل القدم، النهارده بيشارك بكل قوة بيعلن جاهزيته
في اللقاء، تنافس قوي جدا بين لاعبي النادي الاهلي خارج ال 18 اللي جوه ال 18 المباراه اللي فاتت يعني كله بيحاول يلفت نظر عظيم، كله بيحاول ان يكون موجود في التشكيله. تشكيله الحراس طبعا على اعلى مستوى، الاربع حراس ما شاء الله تمرين النهارده قويه جدا من كل يعني كل التعليمات اللي قالها المدرب الحراس نفذوها الحراس على اعلى مستوى باذن الله، بس يتبقى التوفيق ويكون الفوز حليف النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله. الحربي ان شاء الله كره التمرين هيكون في الخامسه والنصف مساء، ومن بعد معسكر في احد البنك في التجمع الخامس، ويوم الجمعه باذن الله في استاد الاهلي مباراه الاهلي والانتاج الحربي. هنتابع تمرين بكره بالتاكيد معاك يا شريف، بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز شريف شعبان. دي خليني اقف مع نقطه ساره، يمكن يعني من اول ما ابتدينا السادسه الحقيقه واحنا بشكل يومي بنغطي مع حضراتكم بشكل اساسي تمرينه النادي عشان نطمن الفرقه عامله ايه، اخبار الاصابات ايه، المتعافين، الشغل اللي بيشتغل عليه مستر ريني فايلر. لكن الحقيقه في نقطه في غايه الاهميه، الراجل الحقيقه في كل تمرينه بنتكلم فيها غير انه طبعا في اجتماع وفي محاضره وفي كلام مع اللعيبه، لكن ليه اجتماعات خاصه مع بعض اللاعبين. يعني في النهارده مثلا بنتكلم على عدد من اللعيبه اللي بيتهيألي انه شغل ريني فايلر معاهم كان حافز كبير جدا. وخدوا بال حضراتكم انه المدير الفني جزء كبير جدا من قيادته لاي فريق جانب نفسي، جانب سايكولوجي يعني، ودي مثلا معروف احنا عنا كمصريين قوي يعني على مستوى المنتخبات على وجه التحديد. معظم البطولات اللي حققها المصريين حققوها مع مديرين فنيين مصريين يسار. كابتن جوهري الله يرحمه، وكابتن حسن شحاته وغيرهم الحقيقه، وحتى على مستوى الانديه كمان. الناحيه النفسيه بالنسبه للاعيب المصري مهمه جدا، والراجل شغال في الجزء ده بيتهيألي، انا بتكلم بالنتائج بشكل كويس، يعني شفنا الشيخ الحقيقه مركز بشكل كبير وبيقدم مستوى كويس قوي، شفنا كهربا راجع بقوه، شفنا جيرالدو بالمناسبه، وكثير الحقيقه من الناس لما بنيجي نتكلم معاهم شايفين فيه لعيب عنده امكانيات كويسه جدا، بس لغايه النهارده ما قدرش يعبر عن نفسه بشكل قوي يا صاد. فنتمنى انه ده يبقى فيه طبعا اكيد يبقى فيه امباكت او طبعاً اضافه للفريق في الفتره اللي جايه. كل الضيوف اللي كانوا معانا يا احمد فين ده دايما بياكدوا برده ان مانويل جوزيه كان دايما بيشتغل على الحته النفسيه والدفع ويدي دفع للعيبه، فهي هي استراتيجيه بتفرق مع ثقه اللاعبين. خد بالك انه اي لعيب في النادي الاهلي عنده احساس كبير جدا بانه نجم وبيلعب في فريق كبير جدا. في وقت من الاوقات لما يجي له احساس انه في عدم اهتمام من المدير الفني للفريق بيه، او في عدم اقتناع من المدير الفني بيه، ده بيأثر بالتاكيد بشكل كبير جدا على مستواه. نفس اللي حصل مع صالح، يعني جزئيه صالح جمعه مثلا الحقيقه جزء كبير جدا منها نفسي، وفي ظني وفي تقديري لو صالح قدر يعدي من المرحله دي بشكل ناجح مع ريني فايلر، انا بيتهيالي احنا هنشوف صالح جمعه تاني خالص. يعني صالح لو استفاد من التجربه الصعبه اللي مر بيها وهو عارف قد ايه الجمهور الاهلي بيحبه وبيقدره، صالح لو عدى المرحله الصعبه او التحدي الصعب اللي هو بيخوضه حاليا، انا بيتهيالي انه صالح هيبقى منور وفي حته تانيه خالص، وده اللي بنتمناه، لانه صالح لعيب مفيد جدا ومهم جدا للاهلي، وفي نفس الوقت مفيد جدا لمنتخب مصر لو كان في احسن حالات. صح جدا، والحقيقه انه بيدعم كل اللعيبه الفتره دي، وشايفين على السوشيال ميديا، وبعد ما اتكلمنا عن محمد هاني الحقيقه شايفين التعليقات قد ايه دعم للاعبين، وده اللي احنا محتاجينه الفتره دي. نروح لبرشلونه يا احمد. نروح لبرشلونه، وحضراتكم عارفين خلاص احنا النهارده هنبتدي يا ساره الدور الثمانيه في بطوله دوري الابطال، حتى بطوله دوري الابطال من غير جمهور برضو يعني ملهاش طعم. الدور الثمانيه زي ما قلنا لحضراتكم انا وساره قبل كده، السنه دي هيبقى بنظام مباراه واحده، مفيش ذهاب واياب، عشان كده هنشوف اربع مباريات هم دول بيمثلوا مباريات دور الثمانيه، هيبتدوا النهارده ان شاء الله وينتهوا السبت. عندنا طبعا يوم الجمعه نهائي مبكر، صح؟ برشلونه وبايرن ميونخ. الحقيقه هو نهائي مبكر، والمرشح الاقوى طبعا هو بايرن ميونخ، بس الحاجه الوحيده اللي انا بحاول احط امل عليها كمشجعه لبرشلونه، والموضوع ده باخده على قلبي قوي يا احمد، انه هو ماتش اللي هي الماني تورمنت، نظام الماتش الواحد. والحقيقه انه نظام الماتش الواحد اثبت على يعني فترات كبيره ان هو ساعات بيبقى في مصلحه الفريق الاضعف. وللاسف بقولها بصراحه ان الفريق الاضعف في كل اللي موجودين على الورق هو برشلونه. ليه؟ في مشاكل كتير يا احمد. يعني لو جيت اتكلم على المدرب الحقيقه مسك في نص الموسم، من الواضح ان مفيش اي ثقه بينه وبين اللعيبه، ممكن يكون عشان اللي حصل، ممكن يكون عشان الليجا، مش عارف يفرض سيطرته على اللعيبه، مش عارف يحط تكتيكه. يعني انا مش عايزه اقول انه
كرسي يعني كرسي مدرب في برشلونه ممكن يكون هو برشلونه اعلى من المدرب ده. بس خدي بالك دي حاجه، خليني اقول لك الحاجه الثانيه. الحاجه الثانيه انه لعيبه برشلونه بتكبر في السن قوي، يعني اللياقه البدنيه مش اقوى حاجه. لو جيت اقارن بين لعيبه برشلونه ولعيبه بايرن ميونخ ولعيبه باريس سان جيرمان، برده برشلونه مش هيكون افضل حاجه. انت بتتكلم في غيابات برده موجوده كتير، يعني كل ده بيأثر. الحاجة الوحيدة اللي هحط عليها أمل هو ميسي. أنا هنا شايفة أن بايرن ميونخ هيبقى بيلعب ميسي، وده بقى فكرة الماتش الواحد. ده اللي بحط عليه أمل، أنه الماتش الواحد ممكن تخطف جون جونين فخلاص الماتش يخلص، مش ذهاب وإياب. أنت شفت السنة كان إيه الريمونتادا بتاع روما؟ كان روما صح؟ الريمونتادا بتاعت روما مع برشلونة وليفربول وبي اس جي، وليفربول برضو السنة اللي فاتت. بس بي اس جي البارسا هو اللي عمل الريمونتادا. الذهاب والإياب خلاص برشلونة كده مش هينفع. شايفة أنه الكفة مايلة لصالح البايرن؟ طبعا برشلونة من المرشحين اللي يعني الخمسة اللي موجودين هو أضعف واحد. أوكي. للأسف على الورق. بس أنا بقول ده وأنا متضايقة. بس ما ننساش أنه برشلونة عنده حافز كبير جدا، وهو أنه خرج بدون الليجا السنه دي، لازم يصالح جمهوره. لازم يصالحني. لازم يصالح جمهوره ولازم يخرج ببطوله. فبالتالي بيتهيألي ده هيبقى حافز كبير جدا ان هو يلعب مباراه قويه قدامه. وعموما الفرق الثقيله قوي لما بتلعب بعض بتبقى صعب جدا حد يتوقع كفه مين. ممكن كويس قوي زي ما ساره تقول انه البايرن في احسن حالة، وده حقيقي. ليفاندوفسكي عامل موسم بيتهيألي هو افضل مواسم ليفاندوفسكي مع بايرن ميونخ. الفرقة فايقة، عندها كرة جماعية على أعلى مستوى، عندهم لياقة بدنية ما شاء الله. لكن ده ما يمنعش أبدا أن الماتش ده يكون ليه ظروفه الخاصة، وهو فعلا نهائي مبكر. نتمنى على الأقل تقدير نشوف فيه كرة حلوة تمتعنا. لا ونكسب. ونكسب. بس احنا عندنا برضو ما ننساش انه عندنا اكتر من فريق عاملين مفاجأة، يعني اتلانتا، عندنا اولمبيك ليوني، عندنا لايبزيج فرقة جماعة نموذج لابد انه يدرس. يعني احنا بنتكلم على فرقه طالعه اوت اوف نو وير، جايه كده من العدم، فرقه بقت كبيره من اكبر فرق في المانيا، بتعمل ماتشات حلوه جدا، بتحتل ترتيب متقدم جدا، بتقدم عروض قويه جدا على مستوى اوروبا. والنهارده لايبزيج بين الثمانيه الكبار، في حين ان احنا مش شايفين فرق زي ريال مدريد وزي اليوفي وزي المان يونايتد وزي ليفربول اللي خرج السنه دي طبعا على ايد اتلتيكو مدريد. واتلتيكو برده من الفرق الكويسه جدا وبتقدم كره محترم. على كل الاحوال خليني اقول لحضراتكم ان برشلونه الماتش بتاع برشلونه والبايرن هتلعب في لشبونه في البرتغال. ونادي برشلونه النهارده الصبح اتكلم على او اعلن بالفعل عن انه في واحد من اللعيبه بتاعته اصيب بفيروس كورونا. في بيان رسمي صدر عن الفريق قال فيه انه بعد ما تمت او اتعملت اختبارات البي سي ار اللي اجريت امبارح على 9 من اللاعبين اللي من المقرر ان هم يبداوا فتره الاعداد للموسم الجديد، تم اكتشاف اصابه واحد منهم بفيروس كورونا. اضاف البيان كمان انه الاعراض لم تظهر على اللاعب وان هو بيتمتع بصحه جيده، وتم بالفعل اتخاذ قرار بعزله في منزله، وتم ابلاغ السلطات الرياضيه والصحيه، وتم تعقب جميع الاشخاص اللي كانوا على اتصال بهذا اللاعب، وتم اجراء اختبارات البي سي ار عليهم. النادي كمان قال انه الحقيقه اللاعب ما كانش على اتصال باي حد من لاعبي الفريق الاول، المفروض طبعا ان هم يسافروا للشبونه بكره عشان يلعبوا مع بايرن ميونخ في ربع نهائي دوري ابطال اوروبا. صحيفه ماركا الاسبانيه بالمناسبه قالت ان في 9 لاعبين من برشلونه هم اللي بداوا التحضيرات في الموسم الجديد بعيدا بشكل تام عن الفريق الاول، ومن بينهم حاله الكورونا اللي ظهرت زي ما قلنا لحضراتكم. قولي حاجه تانية عن دوري ابطال اوروبا. لا انا عايز اسالك، انت شايف ان فعلا برشلونه ممكن يكسب؟ انا قلت لك رايي في السيزون ده. انا شايف انه البي اس جي والمان سيتي من حقهم يا جماعه علينا وعلى كل عشاق الكوره. احنا بنتكلم فرقتين تقال جدا بيقدموا مواسم قويه وعروض، بس الشامبيونز ليج ما عندهم بشكل عنيف. انا بحب بيبي جوارديولا جدا، ومن مدرسه التيكي تاكا ومن مدرسه الكوره الممتعه. ما بحبش قوي المكسب اللي يجي بدون ما يكون في متعه في الكوره. انا بحب سيميوني عشان كده، عشان وسيميوني مدرب محترم جدا. انا بحب شخصيته في الملعب جدا. بس في مدربين ايا كان الفريق اللي بيمسكوه بتحس ان المدرب ده صاحب بصمه، يعني بتحس ان المدرب ده جه غير في التركيبه وفي الاسلوب.
سيميوني ما نقدرش نقول عليه غير يعني تجربه اتلتيكو بس، لكن بيبي جوارديولا بارسا بايرن مان سيتي عامل شغل على اعلى مستوى. هو على العموم زي ما قلت لك هو على الورق الافضل في العالم ومن حقه يكسب تشامبيونز ليج مع المان سيتي. صح، هو على الورق زي ما قلنا برشلونه الاضعف، بس هحط املي على ميسي وان شاء الله نشوف بقى بعض. ان غدا لناظره قريب. نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم. نروح لفاصل. لعبها بالمقاس لعبد الجليل، هوبا عبد الجليل، هوبا هو جول عبد الجليل. عبد الجليل محمد عبد الجليل جلجل كما يحلو لجماهير الأهلي أن تناديه، لعيب الجان صاحب الأداء الشيك وواحد من أفضل من أنجبت الملاعب المصرية ومن اللاعبين القلائل الذين تعشق أن ترى الكرة بين قدميه، فهو يحدثها ويوجهها حيثما أراد. عبد الجليل أحد القلائل الذين لم تكن تتوقع كيف ومتى وأين ستذهب الكرة بعد أن تلامس الكرة قدماه. محمد عبد الجليل واخد مكان كويس قوي، محمد ماشي يقدر يشوط، ماشي محمد ماشي، هو جول هو جول هو جول بالعربية، هو جول محمد عبد الجليل. ابن المطرية التي كان يخرج أهلها في مظاهرات فرح أسفل منزله بعد كل مباراة يحقق فيها الأهلي الفوز، ويحتفلون معه ومع أسرته بإنجازات الأهلي وبطولاته وفوزه على غريمه التقليدي. والطباع الجماهير في الثانية لو تاني لمحمد جليل بيعمل جول، الجول الأول للنادي الأهلي. من ينسى لعبد الجليل هدفه في أفريكا سبور بنهائي بطولة أفريقيا أبطال الكؤوس الذي فتح للأهلي أبواب التتويج باللقب. محمد عبد الجليل واخد مكان كويس قوي، محمد ماشي يقدر يشوط، ماشي محمد ماشي، هو جول هو جول هو جول بالعربية. ومن ينسى هدفه العالمي في مرمى المحلة الذي منح الفريق لقب كأس مصر. ببطن رجله على طول ما بيفقدهاش، بيسلمها مظبوط، وعمرو أنور يلعبها بالمقاس لعبد الجليل، هوبا عبد الجليل، هوبا هو جول عبد الجليل. ومن ينسى هدفه في مرمى الزمالك الذي حقق به الأهلي الفوز على غريمه التقليدي بثلاثية نظيفة. رمضان وبيعملها أوفر وعبد الجليل بيحط الجليل. من ينسى أهدافه القاتلة وتمريراته الساحرة التي تمتعت بها الجماهير سنين طويلة. اليوم محمد عبد الجليل يعود لبيته النادي الأهلي الذي بدأ به كرة القدم وحقق معه البطولات تلو البطولات. اليوم عبد الجليل يعود للظهور بقناة النادي الأهلي ليتحدث عن مشواره الحافل ويفتح قلبه من خلال برنامج السادسة ويطمئن جماهيره عليه، ويتوقع مشوار الأهلي في بطولتي الدوري العام ودوري أبطال إفريقيا. فأهلا بك يا حريف في قناة الأهلي. محمد عبد الجليل والصباح الجماهير في الدقنة لو تاني لمحمد عبد الجليل. يا اهلا وسهلا بكل الاهلاويه مره تانية، نرجع لحضراتكم في السادسه ومعانا الحقيقه نجم النجوم، نجم الحقيقه مميز جدا من نجوم النادي الاهلي. والاهلي الحقيقه طول عمره ولاد وطول عمره بيقدم للكره المصريه والكره العربيه والافريقيه كتير من النجوم. اللي معانا النهارده الحقيقه ليه بقول نجم النجوم؟ لانه زي ما قلت لحضراتكم في بدايه الحلقه، في نجم ما تسالش هو جاب جون ولا ما جابش، انت تسال هو جاب الجون ازاي. في نجم تحب تتفرج عليه لما الكره تجيبه، مش بس لما الكره تجيله، مش بس لما يجيب اجوان. الحقيقه كان لعيب على اعلى مستوى، واحد من اهم المواهب يمكن اتقدمت لمصر ولجماهير النادي الاهلي في التسعينيات. وزي ما قلت لحضراتكم اللي شفتوه ده جزء بسيط جدا من مشوار طويل قضاه مع النادي الاهلي.
حقق فيها بطولات ولعب لمنتخب مصر ومتع جمهور الاهلي في كل مكان. كابتن محمد عبد الجليل او زي ما كانت الجماهير بتندهله جلجل هو ضيفنا في السادسه. اهلا بيك يا كابتن محمد. اهلا يا ابو حميد، وفعلا انا مبسوط انا معاك جدا لسه سهى، بس عشان انا عارفك من زمان، من ايام زمان قوي، من ايام الاخبار بعد زمان قوي. كابتن محمد ما تكبرش. لا معلش خلاص كبرنا بقى. انت زي ما انت ما اتغيرتش يا كابتن محمد يخليك. والله ما شاء الله. الاول يعني بجد فعلا انا فرحان ان انا في بيتي، يعني انا وانا داخل بجد يعني انا بقالي كتير ما جيتش قناه الاهلي، فانا مبسوط ان انا جاي في يوم كمان ببارك ل 100 سنه او 120 سنه من كلاعيبه كاداريين كرؤساء انديه، ان النهارده بيحتفلوا ان اول مره ان ناخد ملعب يبقى بتاعنا. انت بشرفنا ومنورنا، ولو يعني تسال ساره اول ما عرفنا ان حضرتك معانا انا كلمت وقلت لها محمد عبد الجليل ده بالنسبه لي، انا طول عمري بحب الكوره وبلعب كوره، بس كابتن عبد الجليل بالنسبه لي كان واحد من الناس اللي انا الحقيقه بحب اتفرج عليهم واحب اتابعهم واحب اتعلم منهم واشوف كوره بتتقدم للناس. فالحقيقه انا مبسوط جدا بشكل شخصي كمان انك انت موجود معانا النهارده. ده انا اللي مبسوط بالكلام ده جدا، وفعلا يعني انت بجد مديني فوق حق بجد والله. لا ده اقل من حقك كابتن عبد، يعني والله انا يعني مديني فكره عن حضرتك. الدكتور محمود خليل ده خالي، ده استاذ التطوير والتدريب، ده كان حضرتك طلع معاك واتفرجت على الحلقه. تحفه. يعني انت بتتكلم في الاخبار، بتتكلم في السياسه، بتتكلم في التصليح مش عارف التخطيط، بتتكلم في الرياضه كويس جدا اهو. يعني انا ما كنتش متوقع ان انت يعني في الكوره، انت بتقول لي الكورنر بتاع سعفان دوت، انت بتقول لي عملتها ار 2 صح؟ اه. لا انت احنا لسه هنتكلم على الاجوان كتير لسه، ولا ايه يا ساره؟ انا ما عنديش مقدمه احلى من اللي انت قلتها يا احمد الصراحه عن الكابتن، والحقيقه حضرتك مشرفنا ومنورنا. وندخل بقى كده في الانترفيو على طول. يلا بينا. كابتن احنا النهارده بقى عندنا يوم مهم ومختلف، وهنقدم الحقيقه لجمهور الاهلي حاجه مهمه جدا تليق بيهم، فنبدا مع حضرتك كده ليك مع النادي الاهلي، ممكن مثلا هدف غزل المحله 93 احكي لنا كده. لا هو في حوالي 3 4 اهداف ما اقدرش انساهم. نمرة واحد افريكا سبور في كوت ديفوار، تعادلنا هناك 1-1، ده ذهاب النهائي بتاع 93 94. عملت ماتش قوي جدا وجبت جون هناك، ومش انا لوحدي اللي عملت ماتش، يعني كان احسن ثلاثة في الملعب شوبير تجيلي وحسام حسن، الثلاثة دول بصراحة يعني انا من احسن، حتى الصحف بتاع كوت ديفوار بعد الماتش، يمكن انت تعرف ان فيليكس ابو جي كان معانا فبيفهم فرنساوي شويه، فكاتبين في هناك بعد الماتش ذا ايجيبشن سنيك جليل محمد هناك. بينطقوا يعني الثعبان المصري. ليه؟ حتى كان المدرب بتاعهم جزائري كان اسمه رشيد، انا فاكر طبعا الحاجات دي ما بتنسيش من الذاكره. قال لهم انا اتخدعت، لان انا الماتش اللي قبليه كنت مصاب وما لعبتش، اللي هو كان اللي قبل كوت ديفوار. ما شافكش. ما شافش. فقال لك انا فوجئت بواحد بيعدي زي السكينه في الجاتو. انا مش قصدي ان انا يعني افخر في نفسي يا جماعه، انا بقول على حقايق بجد. احنا جايبين لك شويه سكاكين في الجاتو النهارده هنشوفها مع الناس، لانه في كتير من جماهير الاهلاويه انت عارف طبعا ما يعني ما شافوش فرقه عبد الجليل وعمر انور وانت مين كان معاك من فرقتك تاني او طالعين مع مين؟ هل انت وعمر كنتوا يعني في الملعب حتى كمان قريبين قوي من بعض؟ بالظبط. كابتن يعني عمرو انور طبعا. عمرو انور من اعز اصدقائي يعني. بس انت ابتديت مع جيل الكبار كان اكرامي اسامه. لا بص، هو انا وعمرو وهاني وعادل طلعنا، عمرو طلع قبلنا مثلا عبد الرحمن وهاني رمزي وهاني رمزي طلعنا وكان عمرو طلع قبلنا باربع ماتشات كده مع الشيخ طه، ولحق بقى الكابتن مصطفى عبده لما خدنا الدوري في الاخر، وبعدين احنا كملنا بقى. كان انت لعبت فيرست تيم كان كام سنه؟ 17 ونص كده 18. صغير يعني. ما هي دي الميزه دلوقتي، ان يعني الناشئين لو ما لعبش وهو عنده 18 سنه خلاص انسى، ما خلاص بقى يعني لو ما لعبش. وبعدين انت بتلعب في النادي الاهلي 18 سنه، بس دي كانت جراءه من كابتن صالح سليم وكابتن انور سلامه، ان هيمشي ناس تقيله جدا عشان يدخل هاني رمزي، عبد الجليل، عمرو انور، احمد حموده، ياسر محمدين، عبد الرحمن. قال الكابتن صالح، قال له الناس دي ممكن تشيل النادي لقدام. الكابتن صالح جريء
وفعلا نفذ، والحمد لله حققنا بطولات. وانت ببص في الملعب بلاقي 7-8 لعيبه ناشئين، تخيل، من ولاد النادي. يمكن في ماتشات اللي هو محمد رمضان مثلا جايبينه من الترسانه، ياسر ايام المنصوره. دلوقتي طبعا الكره اتغيرت احتراف، وده امر طبيعي. يعني ما عادش برضو يعني اي نادي كبير زي النادي الاهلي ما ينفعش ان هو ممكن. معلش انا اسف جدا على قطع كلامك، بس بمناسبه ان جون المحل على ده كان نهائي كاس، مظبوط؟ ده جون الزمالك. ممكن يا بيبو نرجع على جون المحل الاول قبل جون الزمالك. انا فاكر جون الزمالك ده كان ماتش 3-1 متهيألي. وانا عايز اشرح لك الجون ده، اللي جاب الجون ده مش انا، محمد رمضان وايمن شوقي. ده جون المحله. لا نرجع من قبلها شويه يا بيبو، من قبلها، من الباس، من الباس بتاع عمرو انور. عمرو مش معانا في هو الاول اسامه عرابي، وبعدين عملها عمرو انور. ده جون الزمالك في كابتن حسين السيد، مظبوط. هنا بقى ده الجون ده ارجع، يعني ده وقف فيه شويه. انا خدت الكره من نص الملعب، محمد رمضان جري، ايمن شوقي جري، فراحوا معاهم اسامه ربيع وطارق العاشر. برافو عليك، فضوا لك ال فضولي. انا فضلت اتمشى بيها لو عادها لغايه لما دخلت نقطه البين، اكني بركن بالي، انت فاهم. فانا بقول لك ده الجون ده بتاعهم هم مش بتاعنا. ده برضه في ده لما قالوا لك يا كابتن انك الجوكر بتيجي تقش في الاخر، مين اللي قال لك على دي؟ لا هو ماتش المحله ده رمضان جاب جون حلو قوي، ايمن شوقي جاب جون حلو قوي. الجون اللي انا جبته على الطاير ده ما افتكرش ان انا اعرف اجيبه تاني، يعني ما هو عندنا قصه كده يا ساره فيما يتعلق بجون المحله ده، بتقول ان الكره دي تحديدا، يعني كره الباس دي كره بتاعت، لا ده اللي حضرتك بتقول خدوا الباكات وفضلوا لك. انت ممكن تخش عليها كتير يا كابتن، اتدربت عليها كتير دي ولا بتاعت المحله؟ مع عمرو انور. لا هو مش اتمرنا عليها كتير. هو لا احنا واخد ان انا لما بدي الكره لعمرو وبتحرك، انا عارف ان عمرو بيديهاني في حته معينه، او يعني اتنين بحب اديهم الكوره. انا لعبت مع كابتن خطيب في الاواخر كده ماتشات وديه، كنت بتدي له الكوره انت عارف ان هي هتدي هيجيلك وهتجيلك بالظبط، لا يمين ولا شمال. عمرو كده برضه يعني عمرو تشيب باص لو عدوها. لا بكلمني شويه على الخطيب، اكلمك اقول لك يعني ان هو تلعب جنب الخطيب دي يعني اول مره تنزل جنب كابتن خطيب، كنت حاسس بايه يعني؟ انا ما كنتش بتكلم، انا ممكن لو نزلت جنب كابتن خطيب اديله الكوره ومش عايز عايز اتفرج عليه يعني. يعني يبقى جنب لازم اديله الكوره، ده كابتن خطيب. ده انا لو هروح اجيب جون لازم اديله الكوره بجد. بعدين تديله الكوره ليه بيرجعها لك تاني؟ واحد بحجم كابتن خطيب وانا 18 سنه، لا هياخدها هو لا يديك. وبعد ما الدهاني رحت رافعها عادل عبد الرحمن جايب جون، فقال لي فرجع قال لي انت كويس، قال لي برافو. يعني هو بيقول لي عليا انا ان انا اللي رفعت الاوفر صح. يعني اديتها له على خط الجون حطها يعني مثلا. طب على ذكر كابتن انور سلامه يا كابتن، ليه دور كبير في حياتك بس. جدا جدا، ولازم اعترف بكده. كابتن انور من اول الاوائل الناس وقفوا جنبي، لان انا كنت في النادي الاهلي وانا عندي 13 سنه، وكان معانا جيل برضو اللي هو طلع ده كله، وفي ناس كمان ما كملتش وعاملين مع بعض جروب لغايه دلوقتي من واحنا عندنا 14 سنه. عاملين جروب اليومين دول حوالي 28 من اسمه جروب النادي الاهلي تحت 14 سنه. طب ايه موقف تفتكره له كده اكبر موقف؟ يعني في فعلا معلومه انه حلق لك شعرك فعلا؟ لا ده بصي لا هو ايه دايما هو عشان مربينا وعايز صرامه، فانا طول عمري بحب اربي شعري. وبعدين انا مثلا الاعلى علاء ميهوب، فعلاء ميهوب جت فتره كان مربي شعره قوي. بس طبعا الكابتن انور ما قدرش يجي ناحيه الكابتن علاء ميهوب. فقال لي اول مره احلق شعرك عبد الجليل، قلت له حاضر يا كابتن. تاني مره رحنا معسكر في نجح حمادي، راح جايب كابتن حماده صدقي، كان لعيب عارف كابتن حماده صدقي، كتفهولي يا كابتن انور. قال لك انا مش قايل لك احلق، وكان يوم جمعه ورايحين نصلي، حته من هنا وحته من هنا وحته من هنا. عادل عبد الرحمن واقف بيضحك، قال له بتضحك؟ طب تعالى. وراح تك تك برضه. كابتن ربيع ياسين عمرك شفته يضحك في جامعه؟ والله العظيم احنا داخلين انا وداخلين الجامعه نصلي، لقيته كابتن ربيع واللعيبه كلها قاعده بتصلي، كله من منظر طبعا اكيد بوظ لنا شعرنا. فهو كان يحبنا ان احنا من يعني
لا نهتم بالكوره، سيبك من شعرك، سيبك من المنظر، ودي حاجه كويسه، بس في الوقت الحالي دلوقتي مفيش الكلام ده. يعني انت انا ليك الملعب، مش كده الفرق ما بين المدرب بس المصري. السيزون ده كان تهالي واحد من احسن المواسم. لا ولما لا هي فعلا كانت بدايتها او في شويه، وبعد كده حس ان انا مش مركز في الكوره. ودي ميزه بقى المدرب، او ميزه مدرب عارف امكانيات لعيب وعارف ان هو ممكن يفيد النادي الاهلي ده فتره طويله. فيحاول معاه، لو ما جابش نتيجه خلاص. فالراجل قال لي انت عايز تلعب كره ولا لا؟ قلت له لا عايز العب، وانا كنت في منتخب مصر عينيها مع كابتن جوهري. قال لي انت هتبات في النادي، هتتغدى وتعشى وتفطر في النادي، وهتتمرن صبح وبعد الظهر. ايه ومش ايه، كابتن صلاح حسني طبعا معايا جنبه مدير الكوره، بقول له راح مديني واحده في صدري كده بهزار طبعا ابويا. انا عايز ترجع تلعب كره تاني، تلعب تركز تاني. فعلا قعدت كام يوم في النادي اتمرن، وفعلا ركزت في الكوره قوي 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 قوي. وهي دي كانت بدايه بقى 93 94 95 من احسن ثلاث مواسم في حياتي. يعني وقف جنبي، حب يعملها مع جمال حمزه في الجونه. بس انا عايز اسالك سؤال بصراحه. يعني انت موهبه ما يختلفش عليها اثنين، تمام، والاهلاويه وغير الاهلاويه كمان. يعني الناس اللي بتحب الكوره بعيدا عن التعصب والمنافسه بين الانديه، لكن الناس بتحب الكوره ما تقدرش تختلف على موهبه. كان اهلاوي كان زملكاوي، ما تقدرش تقول انه حازم امام مش واحد من اهم اللعيبه اللي جم في تاريخ مصر، ولا شيكابالا، لا، ولا صح عبد الجليل، ولا وليد صلاح الدين، ولا عبد الستار، الناس اللي بتتكلم كوره. يعني هل انت شايف انه مشوارك في مع الكوره عموما، مش بس مع الاهلي، حتى مع الزمالك، انت اتنقلت للزمالك بعد الاهلي صح؟ اه لعبت سنتين. هل انت شايف انه مشوارك مع الكوره يتناسب مع حجم موهبتك اللي ربنا اكرمك بيها؟ انا لو اديت الكوره 60% كنت في حته تانيه. بس في ساعات مش غرور، ساعات تحس ان انت لما بتوصل للقمه بتحس ان خلاص مش هتقع منها تاني. الكره دواره، لو اتعاديت عليها بتجيبك تحتيها، وده اللي حصل. ولما ركزت لها اديتني، لما ركزت واهتميت اديتني الكوره، لما اتعاديت عليها جابتني تحتيها. فانا بقول في طبعا في جزء مني، وفي جزء من المدربين كانوا ماسكين يعني انا ما مشيش في 94. تمشيت ليه؟ المجلس انقسم، قال لك عبد الجليل يمشي وناس قالوا يقعد. اللي ادى القرار مدير الكوره كان الكابتن طارق الله يرحمه، كابتن طارق سليم. بس بالانابه لانه كان مسافر، كان محمد رمضان مدير كوره. محمد رمضان صاحبي جدا وحبيبي جدا، لعبتوا مع بعض كتير، جايبين الجون الثالث في الزمالك. بقول لك هو اللي لعب لك، وهو اللي موسع لي السكه ان انا اجيب جون في الجون في الاتحاد. المهم فادوا الموافقه، انا طبعا ما صدقتش. يعني ما عارف، لو مشوني 91 92 مش هزعل، لان كنت وحش. كان منطقي بالنسبه لي، انا راجل صريح، بقول لك كنت وحش. انما لما التزمت 94 وخلاص طموحاتي، وابتدت الناس تبص لي، وبعد بطوله افريقيا اللي خدناها دي ابتدت الانظار تبص، لدرجه ان جه خبير من المانيا كان بيفاضل بيني وبين لعيب من افريكا سبور اسمه سيرجي الم ماجي، وفعلا اختارني. الكلام ده انا عرفته بعد 30 سنه من صحفي كبير قوي قوي واهلاوي قوي، وانا احترمت فيه ان هو سكت 30 سنه ما رضاش يقول ان انا جدع. ده احترمتها فيه والله. ما اتضايقتش يعني؟ لا والله، اصل اقول لك على حاجه، انا احترمت فيه ان هو ما قالش، عشان اللي قال له لا ما تقولش، سيبه بقى خلاص هو هيمشي. طب لو رجع بيك الزمن يا كابتن هتغير ايه؟ هجيب خيمه احطها في الملعب. والله واقعد انام فيها واكل فيها واشرب فيها. انا بقول للناشئين عندنا في المقصه، بقول لهم الكلمه دي، لو رجع بيا الزمن يا رجاله انا مش هسيب الملعب ده، هفضل قاعد فيه. طب لو رجع بيك الزمن هتلعب للزمالك؟ حسب الظروف. افرضي يعني، معلش، قناه الاهلي قالت لك شكرا. اوكي. قناه الزمالك قالت لك اتفضلي، قلت لها لا، سكتي. اقول لك حاجه، انا عارفه لو انا كبير في السن
ممكن، انما انا كان عندي 26 سنه وفي مصر ما بين الاهلي والزمالك نفس الجمهور قريب الشهره اللي انا كان نفسي العب في الاسماعيلي، تحبوا لعبه الكوره بس الشهره في مصر اهلي وزمالك، هنضحك على بعض؟ صح، هو الكلام ده. فكان ساعتها لا، وبعدين هما اللي طلبوك يعني. بس حضرتك معروف ان انتمائك للاهلي وكده. نعم. معروف حضرتك ان انتمائك للاهلي اكتر وكده، هل ده مثلا كان ممكن يكون عامل لك؟ ده انا طلعت في قناه الزمالك قلت لهم انا اهلاوي. ايوه، اللي انا اقصده وبخش نادي الزمالك بقول لهم انا اهلاوي. اللي انا اقصده وقت ما كنت ما بيزعلوش. اه طبعا، اللي انا اقصده وقت ما كنت في الزمالك ده مثلا عمل لك مشاكل انك معروف انك اهلاوي؟ يعني في ماتش كده طلعت بعد 35 دقيقه تقريبا بين الاهلي والزمالك. دي العقليه. دي المنتاليتي. ده غصب عن ده كلوز مايند جامد جدا يعني، انغلاق ذهني فظيع. مفيش فرقه يمسكها اثنين مدربين، احنا كنا فريق الاحلام ساعتها. اثنين مدربين الله يرحمه، واحد عند ربنا ما اقدرش اتكلم عليه، كابتن احمد رفعت والكابتن مش هزعل لان كنت وحش. كان منطقي بالنسبه لي. انا راجل صريح، بقول لك كنت وحش. انما لما التزمت 94 وخلاص طموحاتي وابتدت الناس تبص لي، وبعد بطولة افريقيا اللي خدناها دي ابتدت الانظار تبص، لدرجة ان جه خبير من المانيا كان بيفاضل بيني وبين لعيب من افريكا سبور اسمه سيرجي الم ماجي، وفعلا اختارني. الكلام ده انا عرفته بعد 30 سنة من صحفي كبير قوي قوي واهلاوي قوي، وانا احترمت فيه ان هو سكت 30 سنة ما رضاش يقول ان انا جدع، احترمتها فيه والله. ما اتضايقتش يعني؟ لا والله، اصل اقول لك على حاجه، انا احترمت فيه ان هو ما قالش عشان اللي قال له لا ما تقولش، سيبه بقى خلاص هو هيمشي. طب لو رجع بيك الزمن يا كابتن هتغير ايه؟ هجيب خيمه واحطها في الملعب. اه والله، واقعد انام فيها واكل فيها واشرب فيها. انا بقول للناشئين عندنا في المقصه بقول لهم الكلمه دي، لو رجع بيا الزمن يا رجاله انا مش هسيب الملعب ده، هفضل قاعد فيه. طب لو رجع بيك الزمن هتلعب للزمالك؟ حسب الظروف. افرضي يعني، معلش، قناه الاهلي قالت لك شكرا. اوكي؟ قناه الزمالك قالت لك اتفضلي، هتقولي لها لا؟ سكتي؟ اقول لك حاجه، انا عارفه لو انا كبير في السن ممكن، انما انا كان عندي 26 سنه وفي مصر ما بين الاهلي والزمالك نفس الجمهور قريب الشهره اللي انا كان نفسي العب في الاسماعيلي، تحبوا لعبه الكوره بس الشهره في مصر اهلي وزمالك، هنضحك على بعض؟ صح، هو الكلام ده. فكان ساعتها لا، وبعدين هما اللي طلبوك يعني. بس حضرتك معروف ان انتمائك للاهلي وكده. نعم. معروف حضرتك ان انتمائك للاهلي اكتر وكده، هل ده مثلا كان ممكن يكون عامل لك؟ ده انا طلعت في قناه الزمالك قلت لهم انا اهلاوي. ايوه، اللي انا اقصده وبخش نادي الزمالك بقول لهم انا اهلاوي. اللي انا اقصده وقت ما كنت ما بيزعلوش. اه طبعا، اللي انا اقصده وقت ما كنت في الزمالك ده مثلا عمل لك مشاكل انك معروف انك اهلاوي؟ يعني في ماتش كده طلعت بعد 35 دقيقه تقريبا بين الاهلي والزمالك. دي العقليه. دي المنتاليتي. ده غصب عن ده كلوز مايند جامد جدا يعني، انغلاق ذهني فظيع. مفيش فرقه يمسكها اثنين مدربين، احنا كنا فريق الاحلام ساعتها. اثنين مدربين الله يرحمه، واحد عند ربنا ما اقدرش اتكلم عليه، كابتن احمد رفعت والكابتن فاروق، اثنين مدربين فنيين. ما ينفعش ده يقول محاضره والتاني يقول محاضره ثانيه. كنا فرقه كويسه جدا، انت فاهمه؟ وانا بتكلم قبل دخول حضرتك معانا على الهواء على طول كنت بتكلم انا وساره على الشامبيونز ليج، وكنت بدي مثال على فرقه او ثلاث فرق الحقيقه عاملين سيزون كويس قوي، واعتقد ان هم مفاجاه لكل اللي بيتابعوا البطوله. ليون اللي طلع اليوفي ولايبزيج واتلانتا، الثلاثه دول داخلين عاملين موسم قوي جدا. فانت اول ما دخلت قلت لي لايبزيج ده بيفكرني بنادي مصر المقاصه. دي حقيقه. دي يعني انا لما انت اتكلمت انا كنت قاعد سامع، فعلا هو طالع من الدرجه الثانيه زي ما احنا طلعنا من الدرجه الثانيه. كابتن محمد عبد الجليل بالمناسبه اللي ما يعرفش هو مسؤول عن قطاع الناشئين في مصر المقاصه. ف نادي طالع من الدرجه الثانيه، لقى نفسه ثاني الدوري، لقى نفسه بيلعب بطوله افريقيا، ففعلا مثل حي. هم لعبوا في بطوله اوروبا، احنا لعبنا في بطوله. ايه التوليفه دي يا كابتن محمد؟ يعني الفرقه اللي بتيجي من بعيد قوي ومحدش حاططها في الحسابات. تخطيط منظومة مصر المقاصة دي منظومة أنا دايما بطلع أقولها وبقولها في قنوات تانية غير قناة الأهلي.
بعد الكابتن صالح سليم انا اللي هو محمد عبد السلام بشوفه نفس الكاريزما نفس الستايل نفس ما بيدخلش في حاجه راجل دماغه ربنا يديله الصحه فعلا مش عشان شغال في المقصه والله 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 اللي هو محمد ودي مشكله ما بيرضى يمشي حد حتى لو عمل ايه ما بيقول لك ما قطعش عيش حد فانا بتكلم بحاجه شفتها قدامي فالمنظومه في المقصه بالظبط حتى اسال احمد عادل عبد المنعم لما ساب الاهلي وراح المقصه حاسس ان مفيش فرق هاني سعيد مش عارف حاسس ان المقصه برضو فريق لا فرقه ومنظومه واداره واتمنى ان نطلع من الكبوه دي لان ده مش مكان المقصه ودايما الفرق الصغيره او اللي هي بتطلع مره واحده لما تيجي تجدد جلدها ما بتبقاش زي الفرق الكبيره بتجددها بسرعه فاللي حصل ان احنا بنجدد الجلد دلوقتي بنغيره فبناخد وقت شويه بدك ونتكلم على مصر شويه والكره في مصر ولا طبعًا ايه؟ طبعا عندي سؤال يا احمد هي والله حلوه بس طبعًا. في كلمه طبعًا. في مصر يعني في كره في مصر؟ دي تكون مدخل لطيف جدا لا بجد والله يعني شوف كده مع سهى وتبحثوا مع بعض مصمم انها سهى انا بص ما انا والله دايما يعني معلش يا سهى منك حلو ربنا يخليك معلش يا ساره والله لا ولا انتوا جايبيننا من الفيوم انت عارف من امبارح حرام عليك ده من انت ثلاث ساعات كنت هسالك بس يا كابتن على سر رقم ثلاثه اللي كنت مميز بيه في الملاعب برغم ان هو ممكن يكون غريب شويه على لاعب بيلعب في المراكز الهجوميه ده غريب جدا صح بالظبط بس انا ما كنتش بقلد حد يعني ارديليس كان بيلبس رقم واحد كان في برضو لعيب كده مهاجم يمكن كانوا بيلبس رقم ثلاثه برضو اسمواجوان كان بيلبس ثلاثه بس لبست ثلاثه دي قبليهم بكتير لان كنا واحنا في الناشئين كنا في كندا كان الكابتن مصطفى حسين الله يرحمه ابو الاشبال بقى مش تقول لي انا بتاع الاشبال لا من بعد مصطفى حسين الوحيد اللي شفته شبهه اثنين كابتن احمد مصطفى في نادي الزمالك الله يمسيه بالخير وامام محمدين في ام بي دلوقتي في الاتحاد السكندري وده مكسب ليهم ف لا الموضوع يعني مش سهل يعني عارف حضرتك اهتمام لازم بالناشئين يا كابتن لازم بس وانت في الناشئين كنت بتلبس نمره ثلاثه من الاول ولا حصل يعني موقف معين حببك في نمره ثلاثه في موقف معين بالظبط كده لما كان بياخدنا كندا سنتين ورا بعض كان بيصطاد اللي رايحين اتحاد الكوره يقول لهم عايزين منتخب مصر مثلا ولا حاجه يقول لك احنا معانا منتخب مصر اهو من النادي الاهلي وفعلا كنا فرقه احنا خدنا البطوله سنتين فانا كنت بلبس ثلاثه هناك خدت هداف البطوله وخدنا البطوله فلما رجعت طلعت الفريق الاول لقيت الكابتن ربيع ياسين ده بالثلاثه تقدر تيجي ناحيتها؟ لا طبعا والله العظيم كان بيدهاني ساعات يقتل نفسه علي على عشاني ويدهالي في ماتش كوينز بارك رينجرز اللي تعادلنا فيه هناك 1-1 كان ماتش ودي الماتش ده ليه ذكرى كابتن ربيع قال لك خد نمره ثلاثه قال لي العب بيها دي كانت نمره كابتن ربيع ياسين طبعا الاساسي اتعادلنا 1-1 وهو اللي جاب الجون وكان لابس 18 عشان فضلني على نفسه سبحان الله سبحان الله ساعتها كان كوينز بارك رينجرز رابع الدوري كانت فرقه تقيله قوي فمين الاهلي المصري احنا بنتكلم في 87 88 مين الاهلي المصري اللي جاي دوت؟ كان الكابتن صالح سليم الله يرحمه هو اللي عامل الماتش ده وكان صاحب رئيس النادي هناك فانا كان اول مره اشوف الكابتن صالح شوف انا قعدت قد ايه في النادي الاهلي انا شفت ثلاث اربع مرات يعني ودي من العظمه بتاعته يعني لقيته ما كانش بيحضر تمرين فريق ما بيجيش يكلم لا عشان انا حضرته في الاواخر كان كان تعب وكده وكان على طول في لندن حتى كان الماتش كان في لندن فهو استقبلنا هناك هو طلع الاوتوبيس قال كلمتين قال لك يا كابتن حمد لله على السلامه الماتش ده ليا انا فدي انا دي كبيره قوي لما صالح سليم يقول لك دي ليا حاجه ليا انا ايوه لما تسمعها من صالح سليم وهو بيكلمك يعني هو عايز يديك رسائل كثيره ان الفرقه دي مستهتره بيك وانتوا مين ده ليا كابتن هقطعك ممكن تقول الو كده وتشوف مين معانا على التليفون الو ايوه مساء الفل يا ليلو مساء اهلا كابتن ايمن شوقي ازيك يا ليلو احلى ليلو بسمعها منك والله منور قناه الاهلي يا ليلو والف الف مبروك على الحلقه الجميله والبرنامج الجميل اللي حضرتك عامله يا كابتن الله يبارك فيك يا حبيبي الله يبارك بجد والله يا كابتن انا سعيد جدا 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 والحمد لله على السلامه حبيب قلبي الله يسلمك يا حبيبي الله يسلمك يا كابتن ايمن إيه؟ كابتن ايمن قبل ما تقول له بس قول لي كابتن عبد الجليل في الملعب انتوا لعبتوا مع بعض في نفس الفريق
ايه اكتر حاجه كانت بتميزه، وايه اكتر اسيست او اكتر جون جابه او اكتر حاجه تفتكرها له جوه الملعب؟ عبد الجليل كان من النوع اللي هو كان موهوب اولا جدا طبعا، فكره عالي جدا في الملعب، وبعدين يريح اي واحد بيلعب جنبه او قدامه. فما شاء الله ما شاء الله، يعني كان لعيب من اللعيبه الجامدين، يعني تحس كده ان هو معلم في نص الملعب. زائد كمان ان هو كان بينطلق من تحت لقدام وبيجيب اجوال كمان. ما شاء الله ما شاء الله، كان مميز جدا. بس انا هقول لك حاجه، في فرده كانت جنب الكابتن عبد الجليل هدخلها معاكم دلوقتي، هو مفاجاه. ماشي، طب خليه يقول الو برضه، بس لو 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 عبد الجليل عرفه يبقى كويس. طب نسمع. الو، مش راضي، هو الكابتن اسامه عرابي. يا كابتن. اه والله. لا اسامه عربي، لا والله تعالى يا كابتن اسامه، لا لا مش هنتكلم في حاجه. نسمع صوتك يا كابتن اسامه. مش هنتكلم في حاجه من الذكريات خالص. طب قول للراجل اللي انت منور قناه الاهلي. ايه هو كابتن اسامه بقى يتكسف دلوقتي ولا ايه؟ الو؟ ايه يا كابتن اسامه. السلام عليكم، ازيك يا كابتن عبد الجليل؟ اهلا اهلا يا كابتن مصر. ازي صحتك، اخبارك ايه؟ وحشت جدا. وانت كمان يا كابتن اسامه، وربنا يوفقك دايما. وانت ضربت مثل كبير يا كابتن اسامه، فعلا ان الالتزام من صغرك يخليك فعلا تطول في الملاعب. انت عبد الجليل اللي ما شاء الله كنت لعيب جامد قوي قوي قوي، ومن احسن اللعيبه اللي كانت في النادي الاهلي في الفتره اللي كنا فيها، وراجل هداف وراجل مهاري، وبصراحه يعني امكانياتك كانت عاليه، ومن الناس اللي يعني اسعدتنا بموهبتها يعني بصراحه. والله يا كابتن اسامه، بص حضرتك انت كنت دايما تحكيني ان انت كنت بتبقى قاعد مع كابتن محمود صالح كتير في الاوضه، وكنت دايما بتقفل على نفسك حتى وانت في الناشئين خالص. عمرك ما اصابك غرور، عمرك ما اصابك ان انت ما تهتم لازم بالتمرين، دايما تخش الساونا، ودايما انا مش هنساها، دايما تقول لي انا هبطل انت هتبطل انت وعادل قبليه. اه لا انت عبد الجليل كتير واقول له يا راجل يا طيب ده انت قد تحطمس دلوقتي، اعتزل بقى. يقول لي برضه هتبطل، وفعلا كمل بعدين حوالي 4 سنين. الله اكبر، كان عنده اصرار ما شاء الله، وكان محافظ على نفسه كابتن اسامه. لا بشكل كبير ومفيش لا مدرب جه ما لعبوش. طبعا طبعا يا كابتن اسامه، انت وحشتنا ووحشت جمهور النادي الاهلي، ونتمنى انك تشرفنا وتنورنا طبعا في قناه النادي الاهلي وفي السادسه. ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله قريب ان شاء الله، وهنشوفك النهارده بشكل من الاشكال يعني. طبعا. بشكرك، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا كابتن اسامه عرابي وكابتن ايمن شوقي، النجوم الحقيقه من نجوم النادي الاهلي في فتره كانت الحقيقه، هو طول عمر الاهلي الحقيقه ولاد، يعني صعب تلاقي فتره ما فيهاش نجوم في النادي الاهلي. دي حقيقه، دي رايه بتتسلم فعلا ومش كلام. صحيح. انا كابتن ثابت البطل الله يرحمه كان لعيب، كنت بعتبره هو المدرب او مدير الكوره او 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 يعني لو ما نفذش كلامه ايوه يضربك. في حد شبه عبد الجليل دلوقتي؟ في حد ستايل لعب يعني لما بتشوفه تحس انه قريب منه؟ شايف ان تريزيجيه قرب شويه، لان كان تريزيجيه دايما بيجري بالعرض كتير او ما بيفنش على الجون. يعني بيرقص وبيعدي كويس قوي. أيوه. زي رمضان صبحي. تريزيجيه اخف شويه. فانا شايفه دلوقتي ابتدى يروح على الجون، ودي ميزه. يعني سيد عبد الحفيظ اول ما ابتدى، انا اتكلمت معاه مره قلت له يا سيد انت بتاخد الكره، انت سريع ودريبلر كويس، بتجري بالعرض، طب ما تجرب شق على الجون على طول. انا كنت اشوف الجون اتسرع، تتقطع بقى ما تتقطعش، المهم اروح لازم مره في الثانيه هتيجي، المهم يعني ما رجعش كتير، ما جريش بالعرض. هي دي الكوره اليومين دلوقتي بتبقى غريزه تشكيله لعيب. بالظبط كده، في لعيب بياخد الكوره وعايز يروح على الجون على طول. دي حقيقه. فلا احنا الحمد لله احنا استلمنا الرايه من جيل محترم، جيل كان فعلا عامل حاجات محترمه في النادي الاهلي. أيوة. والحمد لله رب العالمين الجيل مش كله مشي، اتبقى نصه، النص ده اللي حافظ علينا، علمنا. لما طلع مشير حنفي وهادي خشبه ووليد صلاح ابتدينا نعلمهم. لما طلع هشام حنفي وكذا وكذا ابتدوهم يعلموا، وهكذا وهكذا. هو ده النادي الاهلي. اخد رايك في الاهلي وفي مشواره انا وساره طبعا بعد ما نروح لفاصل سريع جدا، ونرجع نكمل كلامنا مره ثانيه مع كابتن محمد عبد الجليل في السادسه.
برحب بحضراتكم من جديد، ولسه منورنا نجم النجوم كابتن عبد الجليل. حكاوي وذكريات ما بتخلصش، مكمله معانا في حلقه النهارده. ميرسي يا ساره. ساره كده صح؟ ايوه صح. اهلا بيك يا كابتن محمد، منورنا. اسمح لنا بس نقول لجماهير وعشاق النادي الاهلي خبر من الموقع الرسمي للنادي الاهلي وعلى لسان امير توفيق. رمضان صبحي خارج حساباتنا واخبرنا برغبته في الانضمام لنادي بيراميدز. الاهلي وكفى زي ما بيقول بيراميدز. احنا لسه كنا بنتكلم يمكن انا وكابتن عبد الجليل وقت الفاصل، بقول له تريزيجيه اقرب من رمضان لكابتن عبد الجليل، فقال لي رمضان كان في بطوله الامم صح؟ كنت كده يا كابتن. على كل الاحوال طبعا كل التوفيق لكابتن رمضان صبحي، والاهلي ما بيوقفش على يعني اي اسم. لا انت انا اتصدمت بجد من الخبر ده. اكيد الخبر ده على لسان امير توفيق على الموقع الرسمي للنادي الاهلي. هو عليهم ربنا يوفقه. وزي ما انت بتقول ان الله ما يفعل. على فكره انا ما زعلتش على احمد فتحي قوي، وقلت كتر خيره ادانا. احمد رمضان صبحي لسه ما اداناش حاجه، ادانا سنه واحده والاهلي اداله صفره. لا بجد لو الخبر صحيح لا ما ينفعش، ما ينفعش. ان احنا لسه بقول لك رمضان صبحي كنت بعتبره حاجه هتبقى قدام فاكهه جامده قوي. بعدين قلت لك تريزيجيه ابتدى ينضج، ففوجئ بالخبر ده. على عم ربنا يوفقه وده مستقبله طبعا. وزي ما قلت لك الكابتن الخطيب اعتذر، الكابتن طاهر ابو زيد اعتذر، اكيد من الاهلي صحيح. اكيد بنتمنى التوفيق لرمضان صبحي. ربنا يوفقه. نرجع لذكريات حلوه كده يا كابتن، نروح لتصفيات كاس العالم 90. تصفيات كاس العالم 90 دي انا من اول يوم حطينا رجلينا في المعسكر كان 88. انا فاكر كابتن جوهري اجتمع بينا قال لنا هتحطوا كلمه روما ورا السرير عشان لما تقوم تبص عليها. والله كل يوم تبص روما دي عشان كاس العالم كان في ايطاليا. ايطاليا 90. لا مصر كلها عارفه، مصر كلها عارفه. واحنا رحنا كام كاس عالم صحيح؟ بالظبط كده. فالذكريات حلوه. ايه قعدت سنتين كاملين معاه لغايه ماتش الجزائر اللي هو صعدنا، وبعد كده معسكرين، واحد في فرنسا وواحد على ما اظن في ايطاليا بيزا الايطالي. يعني سنتين وبنروح بقى جبال، طلعنا بقى جبال ونزلنا جبال، قعدنا 45 يوم مره في معسكر، ما كناش بنشوف الشارع الا من الباص بس، اذا بتشوف اهلك ولا بتشوف منظومه عسكريه نفذها صح. لما بروح ماتشات افريقيا بيشغل اغاني وطنيه فبيديك الباور كويس. المهم جه بقى ساعه اخر معسكر انجلترا اللي هم هيطلعوا منه بقى على كاس العالم، كان في مفروض ان في خمسه مثلا هيطلعوا، بس طلع منهم خمسه تكريم مكانهم. كان ساعتها الوزير عبد المنعم عماره قال له يعني الناس دي زي صغيره علينا ولسه قدامهم، والناس دي لازم تتكرم. ايوه وانا بقول فعلا ان فيهم اثنين ثلاثه كان لازم يتكرموا، وكانت يعني بعد ما عرفت كده قلت حقهم. ادوا كتير لمصر وما وصلوش. كابتن جوهري قال لي معلش وكذا وانتوا قدامكم فرصه، وقلت له سري والله تبع هنوصل بعد 30 سنه سري والله جت فعلا بعد 30 سنه. لكن ايه مشكله كاس العالم وانت كنت لسه بتقول شويه احنا في كره في مصر؟ طب يعني من وجهه نظرك عندنا ابس اند داونز، يعني في بدايه الالفيه مع كابتن حسن خدنا 3 بطولات افريقيا، صحيح ما وصلناش كاس عالم لكن خدنا 3 مرات افريقيا. عارف ليه؟ عارف ليه؟ عشان الاهلي كان فريق الاهلي كان قوي جدا. فرقه الاهلي والزمالك قويه، تعرف منتخب مصر قوي، منتخب قوي ده حقيقي. فالاهلي كان مكتسح مع جوزيه، مش ده مش تقليل من الكابتن حسن شحاته. ايوه لا يمكن لعيبه الاهلي معظمها كانت فايقه، دخل معاهم حسني احمد حسن، أحمد حسن زيدان مش عارف. بس اول 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 سنه اللي هي 2006 هنا دي كان معظمها لعيبه الاهلي، ابو تريكه وائل جمعه ومش عارف وشادي محمد، كانوا معظمهم متعب وبركات لا انت خيال 7-8 في الملعب نادي اهلي وفايقين، ودي حاجه كويسه انت فاهم، حاجه كويسه. بعد كده دخل ميدو لما رجع وفاق، والكابتن حسن دخله في 2006 و2008
فبرضو ان انت مدرب تسيطر على لعيبة, وتاني حاجة ان يبقى معاك لعيبة انت حافظها, لان هو معاه برضو حوالي 5-6 كانوا معاه في منتخب الناشئين زي معايا مثلا كابتن انور لما طلعنا انا وهنا وهنا, فحافظهم وعارفهم وعارف طريقتهم وهم عارفين دماغه, زائد المواهب التانية اللي معاه, زائد ان برضو كان كل سنة بيطلع لك بلعيب. اسمح لي معلش اختلف معاك. طبعا احنا رحنا مع كوبر مثلا نفسي كاس نختلف العالم. مع بعض. احنا رحنا مع كوبر كاس العالم والراجل الحقيقة كان بيقد يعني منتخب ما يتهيليش قدم عروض اسوأ من اللي اتقدمت مع هكتور كوبر. ورغم كده وصلنا كاس العالم ورحنا فاينل افريقيا. يا سيدي الفاضل هنا في مصر احنا مش بتوع بطولة, احنا عايزين نتمتع. الشعب المصري المصري زواق. البرازيل بتلعب كوره تحفه وبتخسر وبترجع عادي خالص ولا حد بيقول لهم حاجه. ايوه بس عشان احنا وصلنا قبل النهائي. البرازيل شالت كام مره كاس عالم وشالت كام مره طب واحنا يعني ما تعادلناش مع هولندا 1-1 وايرلندا. ده اعظم انجازاتنا يا كابتن عبد الجليل. ما هي دي المره الوحيده اللي لعبنا اللي تعتبر يعني. سيبك من 34 وسيبك من ورا هولندا كان في ايرلندا انت فاكر يعني. يعني انت فاكر ان ايرلندا دي ضعيفه يا احمد؟ لا ما اقصدش. اقسم بالله كانت اقوى من هولندا وانجلترا. انت بتتكلم على هولندا كانت بطله اوروبا كابتن عبد الجليل 88. جايين يعني لعبوا مين؟ جايين يلعبوا مين؟ كلامك على لعيبه هيلعبوا مين؟ فان باستن و هيلعبوا مين؟ فرانك ريكارد هيلعبوا مصر وخوليات ورود خوليات. اوكي اوكي هيلعبوا مصر. معلش انا النادي الاهلي هلعب اي سوري يعني اي انا هعمل كده وكده والكره غداره. انا بقول لك هم استهتروا بينا جامد. يعني ايرلندا عملت لنا حساب, انجلترا عملت لنا حساب وكسبت بالعافيه. فده ما يقللش من انجاز منتخب مصر ساعتها. انما ايام كوبر انا كنت بحس ان في باكين انا واقفين ورا وعندي اتنين زي رمضان صبحي وتريزيجيه وصلاح, ثلاثة ارجعهم ورا ليه اخليهم اكنهم مدافعين. ده فايتسا في 87 ماتش الزمالك اللي كسبناه 1-0 اقسم بالله قال لي الماتش ده انت كان انت 18 سنة قال لي انت هتلعب وينج رايت مع ان انا كنت تلعب العب حر. قال لي الماتش ده هتلعب وينج رايت. طب ليه يا مستر فايتسا؟ كان محسن طنطاوي بيترجم. قال لي عشان انت هتبقى ورا احمد رمزي. احمد رمزي كان ساعتها فايق فوقان في الزمالك فظيع. قال لي عدي نص الملعب سيبه بدر او علاء ميهوب هيقابله تقطعه تدوها لعبد الجليل من احمد رمزي. بعد ربع ساعه بالظبط حسام قطع الكوره راح مديها لي عم احمد رمزي لحقني عديته عديت هشام ياكن عملتها بالعرض علاء ميهوب حطها وخدنا الدوري بفكره واحده. ده تكتيك جريء. انا احب ارجع انا عندي واحد حريف ارجعه ليه يدافع ويطلع عينه وبعد كده عشان يجي يديك المهام الهجوميه ما يقدرش. طب ما هو ربنا واحد مدي واحد امكانيات مدافع حلو صلب يقطع لي ويديني انا اكمل. ممكن ارجع اقفل اسامي. اختار لي كده تشكيل منتخب مصر اللي انت ممكن لو انت مدير فني النهارده مع كامل احترام طبعا الكابتن حسام بدري, بس لو انت مدير فني النهارده مين ال11 اللي تلعب بيهم في منتخب مصر؟ يعني أنا بقول دلوقتي الشناوي محمد هاني محمود علاء رامي ربيعة نبيل معلول علي معلول. لا علي معلول ده نفسه جنسه. أنا عارف إنه أنا جاي من أمريكا. وحجازي لأ حجازي مضمنوش لأن أنا آخر ماتشين ثلاثة ما أعرفش ما كانش موجود طبعًا. أو صعد بيهم وكل حاجة. أنا عايز الرجل في الملعب. ما عندناش حد في حتة الشمال ورا؟ لا إزاي أنا بهزر يا أخي. لا طبعًا لا 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 أنا بهزر مين قولي طبعًا يعني أنا شايف إن يتكوا شوية خلاص عبد الشافي برضو يبقى موجود ولكن أنا عايزين يتكوا شوية على عبد الله جمعة. عبد الله جمعة طبعًا تمام. إنه لما أدى كان لازم يروح ما راحش ولما بقى وحش راح. ما هي دي الكره في مصر تمام. في نص الملعب يعني انا شايف لا غنى عن طارق حامد و الاختيار لو انا راجل العب باثنين في نص الملعب مش العب بثلاثه لان اي حد هيترعب من اسم مصر يعني من الاخر تمام. اي حد يعني حط مين جنب طارق حامد؟ طارق حامد ممكن حتى طبعا الحريف عمرو السولية. انا بعشقه عمرو السولية. انا قعدت 3 سنين وانا في المقصه مع اللاعب الاسماعيلي اقابله وهما بيسخنوا قال له مش هتيجي
يقول لك فين المقصه؟ اقول له مقصه ايه؟ مش هتيجي؟ يقول والله بعد ثلاث سنين قابلته في المطعم في الاهلي، قال لي خلاص ارتحت كده. انا اديني جيت. فعمرو السليه وطارق حامد. اللعيبه اللي بيطوروا من نفسهم. لا لعيب كوره بيشتغل بدماغه، بيفكرني بحمص في الاسماعيلي ايام ما كان الاسماعيلي، كان لعيب كبير برضه. دلوقتي قدامهم مين يلعب؟ قدامهم هما كده اتنين. هيلعب قدامهم انا شايف ان عبد الله السعيد لسه. مش عشان الثلاث اجوان. لا، عبد الله يقدر يحرك فرقه ولسه قادر. اذا كان ميسي بيحرك برشلونه، برشلونه معهوش حد خالص، ما فيهوش حد. انا هقف هنا عند عبد الله السعيد وهسيب الثلاثه اللي قدام بعد ما ساره تاخد سكايب. هنطلع بره الموضوع شويه يا كابتن، ونروح للتشامبيونز ليج كده، ونروح للصحفي الايطالي لورينزو بيتوني من جريده كالتشيو ميركاتو موقع يوفنتوس. برحب بيك في برنامج السادسه. خير جميعا، شكرا لاستضافتي. بداية نسأل عن الشامبيونز ليج وعن خروج اليوفي، البعض بيعتبره كان مفاجأة دور ال 16 وتأهل أتلانتا. نعم، هناك مفاجأة كبيرة، لأن في هذه اللحظة حين قاموا باستخراج أسماء الفرق وجدنا أن الفرق التي تم وضعها بناء على الاختيار وكريستيانو رونالدو كلاعب الكرة الأكثر تأثيرا في تاريخ الكرة، وبالطبيعة كانت هناك آثارا على ذلك، ومنها الشامبيونز ليج كانت تأثرت، وكذلك تأثرت الجزء الأكبر من الفريق، تأثر الجزء الأكبر من الفريق، وسيكون معنا أندريا فيرمو في لعب المباراة الأولى في فبراير، وبعدها هنا كانت هناك المباراة الثانية من بعد أيام. وفي محاولة لتخطي هذا التأثير سوف تكون الأتلانتا وفرق أخرى، ولكن أعذروني، الباريس سان جيرمان في إيطاليا نحن نأمل أن تكون هناك أيضا مفاجأة كبرى، وأن تتأهل الأتلانتا وأن تمحو منافسيها وأن تأخذ دورها في البطولة، حيث أن الأتلانتا هي من أكبر الفرق التي تلعب الكرة في إيطاليا، وهناك كثيرا ما نتوقعه، ونعتقد كثيرون أن هناك مفاجأة كبرى سوف نراها عن قريب. بتفصلنا ساعات تقريبا ساره عن المباراه. عايزين نعرف اقرب الفرق المرشحه للفوز بلقب دوري ابطال اوروبا في النسخه الحاليه. بالتاكيد المونكو، باير موناكو، مانشستر هي من التكتلات التي نرى أنها لها فرصة كبيرة في الفوز، وكذلك باريس سان جيرمان، وإن كانت مباراة الليلة كما سبق وأشرت يعني نرى ما نراه، ونحن نحاول أن ننظر إلى كافة الاعتبارات وإلى كافة ما يقومون به في أرض الملعب من حيث الكرة الحديثة، وننظر من هنا إلى من هما أكثر المؤهلين للمكسب، ولكن كذلك هناك عقبات تواجههم في التركيبة الحالية أو للشامبيونز ليج، وما يدفعنا للتفكير إلى ما هي المفاجآت التي ممكن أن نتوقعها، ونأمل أن أتلانتا النهاردة تنجح وتفاجئنا مفاجأة سعيدة أمام سان جيرمان. طيب بعد خروج اليوفي من الشامبيونز ليج وتعيين أندريا بيرلو كمدير فني لليوفي، كان في كلام عن صفقات خاصة بنجوم الفريق زي انتقال ديبالا، باولو ديبالا للريال، وانتقال كريستيانو رونالدو لبي اس جي أو لباريس سان جيرمان.
ايه اخر التطورات الخاصه بهذه الصفقات؟ ما في هذه اللحظة اليوفي لم تتلقى عروض رسمية لا بالنسبة للارا ولا بالنسبة لريونالدو، ولكن ديبارا يتم يعني بنتكلم معاه فيما يخص العقود، ونحن نتحدث هنا عن أرقام أكبر بكثير، وبالتالي نرى سوف نرى سويا ما تحملنا إليه ما يحملنا إليه الموسم. وطبعا النقطة بالنسبة لنا هي 22، وطبعا أثر كورونا فيروس والذي كان يعني له نعلم جميعا ما أفاد يعني ما أثر به علينا، وفي حالة وجود عروض مناسبة يعني فيما هو بالنسبة للاعب الأرجنتيني في هذه اللحظة عموما ليست هناك عروض من هذه النوعية. وفيما يخص رونالدو اللي بنتكلم فيه إنه باريس سان جيرمان، اعتذر عن نوعية الصوت لا أستطيع الترجمة بسبب شوشرة. وحاول جميعا بعد تفكير عميق أن ننظر إلى ما الذي علينا فعله في المستقبل، إلا أننا في هذه اللحظة اليوفي ورونالدو ليسوا على توافق فيما يخص النقطة التي نتحدث عنها، لأن بنتكلم عن أرقام أكثر من 60 مليون، وبالتالي رونالدو واليوفي عليهم التفكير مجددا. نشكرك شكرا جزيلا الصحفي الإيطالي لورينزو بيتوني صحفي بالكالتشيو ماركاتو. دي كانت آخر الأخبار أو التطورات الخاصة بصفقات اليوفي، خصوصا طبعا بعد ما خرج وإحنا في سكايب يا سارة كابتن عبد الجليل كان بيقول إن مان سيتي هو الأقرب للفوز. لا مش بس دي، قال حاجة كمان خدت بالك منها؟ لا، قال كريستيانو رونالدو موهوب ولا مصنوع؟ صح كابتن عبد الجليل؟ مظبوط. وإنت رأيك إيه؟ انا رايي ان هو مش يعني موهبه فطريه. لا هو 70% مصنوع و30% موهبه. هو اجتهاد يا كابتن، في جهد كبير طبعا. ما انا بقول لك مصنوع يعني ايه؟ موهبه فطريه. رونالدو حد بيشتغل على نفسه قوي علشان بالزبط. يبقى حاجه كبيره بالظبط. والحقيقه انه في ناس كتير قوي بتحترم نموذج رونالدو اكتر، هذه صناعه، لانه هو 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 اشتغل على نفسه. ها بالظبط، كنت بقول لك ده مشروع عندنا في التنس. انت عارف انا بحب التنس، في فيدرر ونادال، هي نفس الحكايه. فيدرر بالظبط ميسي، موهبه فطريه، اللي يمسك المضرب كده يجي بالزبط. نادال بالزبط. جهد ومثابره. يمسك المضرب ازاي؟ الباك هاند بتاعته وان باك هاند. فالحقيقه نادال برضو زي رونالدو الجهد والمثابره. في ناس بتحترم النموذج ده، وفي ناس بتستمتع بالناس اللي زي ميسي ورونالدو، ميسي وفيدرر بالظبط. في المهاري وفي اللي يعني بيحاول يطور ان موهبته مش عاليه قوي، باللي هو زي ما بيعمله كريستيانو رونالدو. لو ما عملش كده كان وقع من بدري. الثقافه اللي انت بتتكلم عليها، انا هرجع لخط الهجوم، ما سبتوش وما نسيتوش. لا ما هم معروفين. الثقافه اللي انت بتتكلم عليها دي جزء كبير جدا، يعني لو اتحلت عندنا هنا في مصر اللعيبه المصريه تبقى موجوده في اكبر انديه اوروبا. فكره انك انت ما تكتفيش بالموهبه الفطريه اللي موجوده عندك او الامكانيات اللي ربنا اداها لك طبعا، وانك تبتدي دايما تطور من مستواك وتشوف انت وصلت لفين وتحط هدف تحققه بعد من ده، مش موجود عندنا كابتن عبد الجليل. لا مش موجود خالص، لان احنا مش معترفين بالعلم للاسف. احنا معترفين ان هنا في مصر. احنا مين يا فندم؟ احنا المدربين بيخطط لاتحاد الكوره مثلا، ولا الرياضيين عامه؟ الرياضيين عامه. وفي العاب بتخطط صح وبتجيب نتائج وبتجيب ميداليات. هاندبول ابطال كاس عالم، قول هاندبول معروفين. ده في ناس بتاخد ميداليات اعرفهم من الفيوم. انت عارف ان انا بقى الفيوم. أيوة واخد الجنسيه، واخد جنسيه الفيوم انا خلاص، واخد الباسبور. ففيهم ناس بتمشي، ناس مش عارفاهم واخدين بطل عالم، بطل اولمبي، ناس ما تعرفهمش. في ناس بتخطط كويس اتحادات، وفي ناس عايزه كراسي بس. عايزه الكرسي بقى عليه عسل دلوقتي، عليه سكر. طب انت فشلت قبل كده، عايز ترجع تاني ليه؟ اديني اماره
واحده او اتنين ان انا اقول لك ماشي، انما للاسف المنظومه كلها لا، لازم تطوير. التطوير ده الراجل ابتداه، احنا عمالين نرجع ماسك مقطوره وبيشد في الناس، احنا واقفين ما حدنا سر، عمال يشد يشد يشد. لو احنا ما اتحركناش ودورنا العربيه ومشينا وراه مش هنمشي. فلازم في كل حاجه ان احنا نطور نفسنا. هو فعلا احنا محتاجين سيستم يطلع لنا نجوم، يعني مثلا عكس امستردام تلاقي في الموسم 6 نجوم طلعوا منه، احنا محتاجين في مصر يعني ليه ما عندناش مثلا محمد صلاح كتير يا كابتن؟ عشان بطلوا يهتموا بقطاعات الناشئين كتير، بيشتروا جاهز. يبقى محتاجين نظام يعمل على ده. محتاجين تطوير، محتاجين تخطيط، محتاجين انت حد بيبتدي من الهرم من فوق ولا من تحت؟ بيبنيه؟ بيبنيه من تحت. لازم من تحت. يعني انا سعادتي لا توصف في ماتش المقاصه واسوان، اتنين من ولادنا بيلعب واحد في المقاصه واحد في اسوان. احمد صغيري من ناشئنا مدينه يعرف اسوان، وعبد الله مجدي ده من ناشئنا بقى له بيجي 7-8 سنين عندنا، ده تاني نجم الماتش بعد محمد ابراهيم. محمد ابراهيم كان في ماتش المقاصه كان هايل. فالواحد سعادته مركز محمد السنه دي. الفايده موهبه برضو، موهبه هو خليل. موهبه الموهبه دي دايما او الحريف قوي محتاج معامله خاصه. انا شفت بعيني ريكارد وهو ماسك اياكس، فرانك ريكارد مين ما يعرفش طبعا، نجم هولندا. الملعب اهو، يخرج من الملعب هنا خلاص مش دعوه، حياتكم الشخصيه دي حاجه والملعب حاجه. بصيت لقيت قاعد على الرصيف معاهم سندوتشات الهامبرجر والضحك والهزار وروحوا. تاني يوم في التمرين مستر كوتش ريكارد بس خلاص، وش تاني خالص، وش بلاستيك بجد. طب بمناسبه الحريفه، واحنا بنتكلم على الحريفه، يعني عايزك توجه رساله لصالح جمعه، يعني من حريف لحريف، رايك ايه في صالح الاول؟ لا صالح معلم. معلم فعلا، لعيب كوره، لعيب يكيفك يعني، عارف انت تحب الكوره تجيله. ايوه. بقول له صالح انت ركزت شهرين اتنين مع لسارتي، دخلت منتخب مصر جبت حوالي 3-4 تجوان ورا بعض، مش ركز في حاجه. انا ما اعرفش صالح بيعمل ايه وهو حر، دي حياته الشخصيه، ممكن ما يكونش مركز في الكوره في الملعب. ادي بس ربع كلمه واحد بيقولها لك قبليك، واحد قالها له قبليه قبليه برضه، حد قال لي اهتم شويه بالكوره هتديك. احنا دايما الحريفه بنعتمد بال 70% بس اللي عندنا، ما بنحاولش نطور ال 30% هنبقى في حته ثانيه. انما 70% دي اللي بسطه مصريين وبسطاهم ومخليني قاعد مع حضراتكم، ال 70% اللي انا عملتوها دي. لا انا كان ممكن ال 30% لو اصرست على نفسي، مش هقول لك بقى زي كريستيانو، او كنت هبقى في حته ثانيه. انا راضي الحمد لله. انا يعني الحمد لله لعبت صغير، لعبت في اكبر نادي في مصر، لعبت منتخب مصر. حب الناس يا كابتن عبد الجليل ده، ده لا يوصف، ده لا يوصف. بص ده كابتن ده بالملايين. بس هي بتبقى بينك وبين نفسك. يعني حساباتك بينك وبين نفسك، بتقول انا قصرت في حق نفسي، صح؟ يعني هي دي يمكن الحته اللي يمكن بتبقى والله في ناس كتير ملهاش علاقه بمساحه الرضا او ملهاش علاقه بال، والله في ناس كتيره فاهمه قصرت في حق نفسي دي ان انا عملت حاجه غلط. هو انت احمد ما بتسهرش مع اصحابك في كافيه؟ لا مش 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 دي القصه، القصه انه دايما لما يعني انا بشوف، سمحت لي يعني اتفضل. ربنا لما بيدي لحد رزق، كان الرزق ده ولاد، كان الرزق ده مال، كان الرزق ده صحه، كان الرزق ده شهره، كان الرزق ده موهبه، هيسالوا دايما انت عملت ايه بالرزق اللي انا خصيتك بيه دونا عن عبادي كلهم. دي حقيقه والله، فكرت فيها والله مره، والله العظيم فكرت، قلت يعني ربنا اداك موهبه حلوه قوي، هيسالك زي ما اداك فلوس هيسالك عليها، زي ما اداك اولاد هيسالك تخليهم يصلوا ولا لا. فكرت في الكلام ده صح، ربنا غفور رحيم. و متهيألي انا برضو التأثير في حق نفسي ان انت ما توقعتش ان الكوره هتجيبك تحتيها دي، ما عمري ما بص عمري ما توقعت، وانت فوق ما بتبقاش شايف خالص خالص، ومهما تتنصح لازم تخبط في الحيطه وتيجي. ايوه
ودي مش عيب خبرات، وانا مبسوط. بس الاهم انه الاولاد اللي جايين بعدك يتعلموا. ما هو دي بقى ليه فايداني في ايه؟ لما يجي الولد متاخر ويقول لي اصل الطريق زحمه، اقول له لا انا عاملها قبل منك ب 20 سنه. ليه؟ مع فايتسا كنت مره جيت متاخر، وجي محسن طنطاوي بيقول لك، الراجل بيقول لك انت جاي متاخر ليه؟ قلت له قول له معلش الريس كان معدي وطريق زحمه. فقال له ده الريس، تجيب له ان هو مع فايتسا. قال له قول له انا شفت الريس بتاعكم في اليابان الصبح في سي ان ان، انت عارف الاجانب بيجوا هنا بيفتحوا السي ان ان تعرفوا انهم. قال له قول له ان الريس شايفه في اليابان، يبقى انهي ريس؟ فالكابتن احمد ماهر الله يرحمه كان دمه زي العسل، عايزين يلحق الموقف. قال له قول له ده من الحاشيه، حد من الوزراء، حد اي حد يعني. وعدت. فدلوقتي انا اعرف ابص في عين اللعيب، اعرف اذا كان بيكذب، اذا كان بيسهر، اذا كان بيهلس، اذا كان امين، اذا كان دغري. خبراتك ده في الحياه. فانا مش زعلان ان انا اديت 70% في الكوره، يمكن ال 30% اللي ما اديتهمش اديتهم لي بقى في التدريب. طب شايف يا كابتن لو كان في مثلا سوشيال ميديا وقت حضرتك، كانت هتفرق معاك في نجوميتك بشكل او باخر؟ او الجون مثلا بيتذاع من دلوقتي من مليون زاويه، جون يجي من هنا ومن هنا ومن هنا، غير ايام حضرتك. هو انت كنت قاعده معايا وانا قاعد والله امبارح بتكلم مع واحد برضه بقول له الكلام ده، بقول له والله العظيم بقول له انا جون المحله ده لو بالايام دي كان اتذاع من ثلاث اربع حتت كان هيبقى ليه شكل تاني خالص. انا كنت معاكوا بقى. سبحان الله بجد. يعني فعلا يا احمد دلوقتي بيجيب اللعيب وهو داخل اوضه اللبس، وهو طالع من المطبخ، طالع من الحمام، بيكلم صح داخل يتغدى، طالع مش عارف ايه اصلا. الحاجات دي بتفرق مع اللعيبه كتير قوي، تفرق من السما. مصر كلها شايفاك، فبتنزل الملعب هتأدي هتأدي. انما احنا كنا بنسافر افريقيا اياميها بالطيارات اللي هي بتقع في الجو ديت وتتشعلق، و يعني كان احنا برضو جيل والجيل اللي قبلينا عافرنا جامد. طيب كابتن عبد الجليل، احنا في بدايه الحلقه طبعا شرفنا وجود نجم كبير زي حضرتك معانا النهارده، لكن قلنا كمان انها حلقه استثنائيه واحتفاليه، لانه في واحد من بتهيألي مش بس احلام الجماهير لكن احلام اللاعبين كمان اللي لعبوا في النادي الاهلي، انه الاهلي يكون ليه ملعبه الخاص بيه، والنهارده الحلم ده بيتحقق مع كل جماهير النادي الاهلي. قلت انه في لحظات وفي ايام بيقف عندها التاريخ ويبدا من بعدها كتابه تاريخ جديد. النهارده تاريخ جديد بيتكتب للنادي الاهلي، منظومه التطوير الحقيقه على كل المستويات، زي ما شفنا تطوير شاشه القناه او شاشه النادي الاهلي في الايام اللي فاتت، النهارده بنشوف ملعب الاهلي او استاد الاهلي والسلام، شراكه كبيره جدا حقيقه بين الاهلي نادي القرن الافريقي وتاني اكتر انديه العالم تتويجا بالالقاب، وشركه المصريه للاتصالات الوي اللي بتعتبر طبعا اول مشغل اتصالات متكامل في مصر والراعي الرسمي للنادي الاهلي، ترجمه حقيقيه للشراكه بين كيانين كبار جدا حقيقه. بنشوف زي ما حضراتكم شايفين وزي ما انت شايف كابتن عبد الجليل في على الشاشه، دي لقطات الحقيقه من داخل صرح رياضي جديد بيتكتب عليه وبيتحط عليه اسم وشعار النادي الاهلي. يوم بتهيألي يا ساره زي ما قلنا مهم جدا واستثنائي جدا، وحلم كبير من احلام الجماهير بتتحقق النهارده. حلم من احلام الجماهير وحلم من احلام الادارات على مر الفترات دي. الحقيقه احمد زي ما قلنا احنا مبسوطين ان احنا جزء من تطوير مرحله تطوير في الكيان الكبير ده، زي ما كنا مع حضراتكم من اول يوم ووعدنا حضراتكم بحاجات مختلفه جدا وهنشوف تطوير اكتر. الحقيقه هو فعلا يعني حلم بيتحقق لكل الاهلاويه. الحقيقه الاهلي وعد جماهيره واوفى، وايضا شركه استادات وعدت واوفت. اللي حضراتكم هتشوفوه النهارده او فكره استاد الاهلي والسلام اكبر بكتير جدا من فكره ملعب كوره، واحنا زي ما اتكلمنا في الاهلي انه لو بنتكلم على اهلي بنحطه بين اكبر الاسماء على مستوى العالم في الرياضه وفي كره القدم على وجه التحديد، هنشوف منظومه متكامله سواء فيما يتعلق بغرف لاعبين، ممرات بين المدرجات، كاميرات القناه النهارده موجوده وهتنقل لحضراتكم كل التفاصيل المتعلقه. وخدوا بال حضراتكم في معلومه مهمه جدا اللي هتشوفوه وتتابعوه معانا النهارده هو مجرد مرحله اولى من مراحل تطوير الاستاد التي لن تتوقف عن الصور والمشاهد اللي حضراتكم هتتابعوها. هنشوف كمان متحف خاص بالنادي الاهلي بيضم معظم الكؤوس والبطولات
والمتعلقات الشخصيه لابرز نجوم النادي زي برشلونه زي ما زي ليفربول زي الانديه دي لان احنا ما قلناش عنهم احنا بالتاكيد بالتاكيد كابتن عبد الجليل. هنشوف غرف ملابس اللاعبين، هنشوف قاعه مؤتمرات داخل الاستاد يا ساره، واعتقد ان الموضوع برده مش بس مجرد زياره نروح نتفرج على ماتش كوره، الموضوع اكبر من كده بكتير. هيكون في قلنا يوم ترفيهي كمان يا احمد اللي الجمهور يقدر يروح الملعب ويشوف، هيشوف الحقيقه يعني على اعلى مستوى، تقنيات كلها جديده ما جاتش مصر قبل كده، حاجات الحقيقه مبهره. احنا لما كنا بنتفرج على الصور والفيديوز يا احمد كنا بنقول حاجه كده شبه الملاعب بتاعت بره تشامبيونز ليج قوي. ده كابتن عمرو انور بتهيألي اللي موجود، وكابتن احمد فوزي اللعيبه القدامى بالظبط كده مصطفى. النهارده طبعا بدات طبعا كل نجوم الاهلي القدامى هيكونوا يتوافدوا عشان يحضروا افتتاح الاستاد او ملعب الاهلي ده الجديد. حقهم وده كان حلمك يعني. يا كابتن ان يبقى في استاد للنادي الاهلي بصراحه من زمان. الاهلي لما بيبتدي عمل الصاله المغطاه ما كناش نحلم يبقى عندنا صاله مغطاه بالعظمه دي، ما كناش نحلم يبقى عندنا نادي في مدينه نصر، ما كناش نحلم. احنا كنا للفرق ايام الناشئين كنا بنتمرن في ملعب ده كابتن بيومي فؤاد تعرفه؟ لا يعني بشوفه كده بسيط كده في رمضان كابتن يعني. كابتن بيومي فؤاد هيعلق النهارده، هو معلق مباراه القدامى اللاعبين اول مباراه. لا بيومي رايح في اي حاجه يعني في اي حاجة. انت لو فتحت الحنفيه هتلاقيه نازل لك منها. لكن الحقيقه زي ما كنت بكلم انا وساره كابتن عبد الجليل الموضوع الحقيقه نقله نوعيه لفكره ملعب او استاد على مستوى مصر. احنا بنتكلم زي ما قلت من شويه طبعا البنيه التحتيه الخاصه بالاستاد طورت بشكل كبير جدا حقيقة. شركه وي طورتها الكيبلز الالياف النتوركس الموجوده في متحف النادي الاهلي زي ما قلت لحضراتكم، في قاعه مؤتمرات على اعلى مستوى، في اماكن مخصصه لذوي الاحتياجات الخاصه جوه الملعب، في اضعاف السمع عندهم التجهيزات اللي تمكنهم من هم يسمعوا التعليق على الماتش. طبعا يا احمد هو الملعب ده يعني حق انتفاع 25 سنه نادي الاهلي واخده، النادي الاهلي هيلعب مبارياته على الملعب ده ونادي الانتاج الحربي برضه هيلعب مبارياته على الملعب ده. اي نادي تاني لازم ياخد موافقه النادي الاهلي اولا والشركه علشان يقدر يلعب على الملعب ده. هي الحقيقه خطوه كبيره جدا في بدايه حلم احنا بنحلمه ان يكون لنا ملعب خاص بينا. بس عارفه برضو الشكر كل الشكر برضو المنظومه العسكريه طبعا اللي بتفكر ان هي بتدي استاد عارفه قيمته، لان انا لعبت في الاستاد ده او مرنت فيه وشفته استاد على اعلى مستوى فعلا محتاج يتحط عليه النسر. بتحط عليه النسر خلاص يا كابتن. هنشوف حاجه النهارده مبهره يا كابتن. بس بتهيألي بتفرق مع مع اي فريق كوره انه دايما يعني الاهلي طبعا لعب على ملاعب كتيره جدا، يعني شفنا ماتشات الاهلي في استاد القاهره، شفنا ماتشات الاهلي في برج العرب، شفنا في الكليه الحربيه، شفنا لكن بتفرق بتهيألي مع الفريق مع التيم لما يبقى عنده ارضه وعنده ملعبه. كابتن عبد الجليل دي حقيقه. احنا يعني برضو استاد القاهره كنا بنلعب فيه بس مش بتاعنا او ما يعني ما ممكن يقول لك ما لا الفريق لما يبقى ليه ملعبه الخاص بيه بيتمرن عليه بياخد احساسه بيفرق كتير قوي. ده انا يعني الجيل ده محظوظ جدا 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 ربنا يكرمهم. انا عايز اقول لك من ضمن التقنيات مثلا اللطيفه جدا بمناسبه شعار الاهلي اللي انت كنت بتتكلم عليه تمام، انه كل ماتش هيلعبوا النادي الاهلي في الاستاد ده هيبقى في نسر بيحلق حوالين الاستاد، ونفس النسر ده بيبقى ظاهر للجمهور وبظاهر على الكاميرات وعلى الشاشات كل ما الاهلي بيجيب جون. دي واحده من الايفكتس او الفكره جميله قوي 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 طبعا. في كمان يا كابتن في الملعب في اوض كده مخصصه للفي اي بي بوكس مخصصه لكل الجماهير اللي عايز ياخد اوضه زي دي فيها كل الخدمات. ده كنا بنشوفه الحقيقه في الملاعب العالميه بره بس ما شفناهوش قبل كده هنا في مصر يا احمد. لا اعتقد دي حاجه بتطبق لاول مره. اول مره وانا بفكر اخد حاجه للسادسه كده تكون بالمناور كابتن معانا. لا بجد والله
كان لا دي فكره ممتازه جدا. كل ده كابتن ودي المرحله الاولى من التطوير. كابتن سيد ابو حفيظ طبعا. في مدخل النادي كمان في مدخل الملعب هيكون في تمثال للراحل العظيم طبعا كابتن صالح سليم، وهيكون في طبعا بوابه رئيسيه هتسمى باسم النادي الاهلي. بقيه البوابات هيتم اختيار اسماء من رموز النادي اللي يعني قدموا للنادي اسهامات او بطولات كبيره جدا، هيكون بيتم تخليد اساميهم من خلال بقيه البوابات. والنسر نفسه كمان اعتقد في المدخل الرئيسي في مجسم للنسر النادي الاهلي. بص كل ده زي الفل. انت موجود على فكره في الاستاد ده، كل الكوريدور كل ممر تحت المدرجات بيوصل الجمهور للمدرج معين باسم العيب، بيحكي قصه. لا مش بس في اسم العيب ده، بيحكي قصه صور. بطوله حققها النادي الاهلي من خلال صور لماتشات وصور للحظات التتويج والميداليات. فبيتهيألي فرصه عظيمه جدا. خد بالك احنا النهارده جزء قطاعات عريضه من الملايين اللي بتشجع الاهلي ما شافوش يعني اجيال كتير، فالحقيقه فرصه انها. وفي لعيبه الايام دي ما لعبوش في ملعب عجرود اللي في السويس. استاد عجرود طبعا. محدش يسمع عنه طبعا. كان في ملعب جمهوريه شبين بيتهيألي برضه. وعلى فكره ملعب مصر بورسعيد ده كان زمان صعب جدا. كان برضه طرف كل التحاوي. لا دلوقتي برضه انا يعني فرق كبير الملاعب. لا في ملاعب طبعا ازاي منظومه الملاعب في مصر اتطورت بشكل يعني تخيل انت داخل بالباص وشايف المنظر ده قدامك. ايوه ده انت تلعب يا اخي وانت عندك 70 سنه بتمر بالمنظر ده. لا لا بجد يعني هيبقى في كمان استاد يستاهل فعلا. يعني لما هتروح الماتش النهارده يا كابتن عبد الجليل ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله، واتمنى ان احنا نروح نشوف ماتش من ماتشات الاهلي سوا فيه مع بعض باذن الله. مش هيبقى بس فكره انك رايح استاد عشان تروح تتفرج على ماتش كوره، لا هو الحقيقه هيبقى يوم ترفيهي، هيبقى فيه عروض وهيبقى فيه حفلات من بدايه اليوم تقدر وفي بالمناسبه بمدرجات هتبقى مخصصه ل يعني شريحه معينه من الناس. يعني في مدرج للاسره. وعايز اسالك سؤال. قول لي. لو انا وانا هنا بسال بس ما بتسالش بس عشان خاطرك انت. معلش عشان انت حبيبي. ما اقدرش. انت حبيبي من ايام الجيزه. طبعا يا كابتن عبد الجليل اتفضل. سوري معلش. لو انا رحت انا وانت ماتش الاهلي والمقصه. هنشجع مين؟ انت هتشجع مين؟ الاهلي طبعا. طبعا؟ ازاي طيب؟ يرضى صالح سليم الله يرحمه. لا ولاده. ان انا اكون لا سيبك من ولادي كمان. صالح سليم ما عودنيش ان انا اكون في الاسم. ما ينفعش. يعني مش هتقعد انت في مدرجات المقصه واقعد انا في مدرجات لا نقعد جنب بعض، انما اتمنى المقصه تكسب لان ده اللي علمنا عليه النادي الاهلي. طبعا. ده احمد فتحي هيروح بيراميدز وقاعد امبارح نفسه الاهلي يكسب. اكيد طبعا. باينه. طبعا. احنا مكملين طبعا قعدتنا وهنكمل عادي جدا اليوم عادي وهتشوفوا حاجات مبهره جدا، بس هنروح لفاصل دلوقتي ونرجع تاني للاستوديو. دي بس لقطات من بداية الاحتفال، واحنا زي ما بنقول كده بلغة الكرة احنا لسه بنسخن. النهاردة الحقيقة احتفالية خاصة جدا بمناسبة افتتاح ملعب النادي الاهلي، والحقيقة
نوعد حضراتكم بفقرات كتيره جدا، هتشوفوا حاجات يعني بنعرضها لحضراتكم النهارده اول مره، هتشوفوا كل ملامح التطوير خاصه بالاستاد الاهلي الجديد، كل ده على مدار الساعات اللي جايه، واحنا مستمرين كل حاجه لسه عايزين نشوف، وناس عايزه تشوف واعتقد في تفاصيل كتيره جدا النهارده النادي الاهلي هتكون سعيده بيها وفخوره بانتمائها للنادي الاهلي وهي بتتابع فعاليات افتتاح الملعب والاستاد. كلمه اخيره يا كابتن عبد الجليل توجهها لجمهور النادي الاهلي اللي بيتابعك واللي بيحبك. اقول له طبعا انت عارف ان انا يعني اهلاوي حتى النخاع يعني، ودايما اقولها في اي حته. تاني حاجه بقول لك افخر بناديك. انا قلت لكم النادي ده بنشوف طبعا على الشاشه دلوقتي وصول كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي لملعب استاد الاهلي والسلام، والعميد محمد مرجان مدير النادي الاهلي او مدير تنفيذي النادي الاهلي. بجد ربنا يحميهم ويوفقهم. خطوه الحقيقه مهمه خطوة جدا، خطوة هنتكلم على خطوة كويسة. يعني حق انتفاع على فكره بالمناسبه، مهم جدا اقول اللي مع الكابتن الخطيب ده استاذ محمد الجرحي عضو مجلس اداره النادي. مهم جدا اقول انه حتى عقد حق الانتفاع باستاد السلام لمده 25 سنه ما خلاش الاهلي يبعد تفكيره عن انه يبني استاده الخاص على احدث طراز، والحقيقه انه الملف ده ما زال مفتوح وبيتم التنسيق فيه مع خبرات من مختلف انحاء العالم عشان يتحقق الحلم الاكبر. الرايه لما بتتسلم دايما بيبقى في تطوير فيها. صحيح صحيح. شرفتنا ونورتنا يا جلجل كابتن محمد عبد الجليل، شرفتنا بجد واسعدتنا بوجودك معانا. انا الفخور ان انا في يوم احتفاليه زي كده واجي انا كده بتكرم كده بجد في بيتي يعني، فانا كده كده يوم تكريم بجد بالنسبه لي يعني. ميرسي يا ساره جدا، وفعلا يعني ربنا يكرم النادي الاهلي وجمهوره وخلي جمهوره باذن الله يفتخر بيه يعني. افتخر، ارفع راسك فعلا والله العظيم، انت اهلاوي يعني. بعد اللي شفته دوت انا ما كنتش متوقع ان احنا ممكن نوصل للعقليه الاوروبيه دي الا من خلال النادي الاهلي. هو ده اللي النادي الاهلي عودنا عليه يا كابتن، ان احنا دايما رقم واحد في كل حاجه ان شاء الله باذن الله. بشكرك جدا يا كابتن نورتنا. شكرا. ولسه مكملين مع حضراتكم، عندنا مفاجآت كتير قوي لحد منتصف الليل، ما تروحوش بعيد، الاهلاوي مش هيسيبنا. فاصل وهنرجع تاني.